اه اتفضلي. استأذن حضراتكم بس نعمل ميوت لكل المايكس. انا عملت ميوت كله. تمام. ميوت دكتورة زينب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. ان شاء الله يا رب متجمعين في ايام جميله، ربنا يكرمنا جميعا يا رب. نرحب بكل الناس الحاضرين واللي شاركونا النهارده واللي لسه هينضموا لينا ان شاء الله. اولا احنا كارك سبيس ان شاء الله بنقدم لكم النهارده الايفنت، يعتبر تاني جزء من السلسله اللي بداناها في الحديث عن المسابقات، ونتمنى ان شاء الله ان النهارده الايفنت يكون مثمر وكلنا بنستفيد. احب اعرف نفسي اولا، انا اسمي زينب فيصل، استاذ مساعد في كليه الهندسه جامعه بنها وفي جامعه ام اس اي، مؤسس قسم العماره في هندسه بنها، وحاليا مسؤولة عن لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة ام اس اي، والشريك المؤسس في ارت سبيس مع دكتور احمد هارون. طبعا بيشرفنا النهارده ان احنا كارت سبيس نبدا في موضوع الورك شوبس او ورش العمل ودورها في ان احنا بتكسب مهارات او سكيلز مختلفه عن التعليم الجامعي، بتكمل هي زي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت عن المسابقات. ونتمنى ان شاء الله، يعني كمان بنشكر جدا بيم اريبيا ونقابه المهندسين وتعب بيم اريبيا معانا واستضافتهم لينا في الروم بتاعتهم، يعني كتر خيرهم الحقيقه ومجهودهم معانا. طبعا بنشكر الخمس متحدثين النهارده اللي هيشرفونا وهينورونا وهيتكلموا عن خمس تجارب مختلفه من الورك شوبس. كان هدفنا اختيار المتحدثين انه يعرضوا تجارب من اماكن مختلفة او من بلاد مختلفة او تجارب مختلفة، سواء من ايطاليا، سواء من الصين، سواء من سواء من اليونان، سواء من مصر، بحيث ان احنا نبدا نشوف احنا فين من اللي بيحصل حوالين العالم، ايه هي السكيلز اللي احنا قدرنا نحققها وايه السكيلز اللي ممكن نكمل عليها علشان نحقق اقصى استفاده ممكن. بشرف بحضراتكم جميعا. اليوم النهارده هيتقسم الايفنت، النهارده هيتقسم لجزئين. الجزء الاول هيبقى اللي هيعرض فيه الساده الفاضل المتحدثين التجارب بتاعتهم. معانا خمس متحدثين، كل متحدث هيتكلم في حدود من 10 ل 12 دقيقه. بعد ما المتحدثين ان شاء الله هيخلصوا الجزء بتاعهم هنفتح الفلور للمناقشه والاسئله. هستاذن حضراتكم بس بالنسبه للشات، لو ممكن نحاول ما يبقاش فيه شات خلال الحديث او الحوار اللي في المحاضرات، لان ده احيانا بيشتت الناس. احنا ان شاء الله هيبقى في عندنا جزئين للمناقشه، يا اما حضراتكم بتتفضلوا ان بتبعتوا لنا الاسئله واحنا بعد كده بنعرضها، او بعد ما هنخلص هيبقى اللي عايز هو يعمل مداخله هيعمل بس ريز هاند واحنا هنديله الكلمه ويقدر يعرض الفكره بتاعته او اللي هو عايز يقوله. يعني كجزء تنظيمي بس علشان حضراتكم ان شاء الله كلنا نحقق اقصى استفاده يعني. ان شاء الله اول متحدث معانا هتبقى دكتورة دعاء، ويشرفنا طبعا ان هي هتعرض لنا تجربة ايطاليا. انا حابة ان هي تقدم نفسها. دكتورة دعاء صلاح الدين اصلا دكتورة في جامعة كفر الشيخ، وشرفنا طبعا ان هي معانا اخذت جامعة ايطاليا وكانت ليها مشاركة في احد الورك شوبس اللي هتعرضها علينا النهاردة ان شاء الله كلنا نستفيد. تفضلي حضرتك يا دكتور دعاء، قدمي نفسك واعرضي علينا.
ميرسي يا دكتور زينب، شرفت جدا بالانترودكشن بتاعت حضرتك. علشان ما اضيعش وقت انا هبدا على طول. انا الدكتوره دعاء صلاح الدين، زي ما الدكتوره زينب قالت، انا اسيستنت بروفيسور في جامعه كفر الشيخ، خدت الماستر اوف ساينس والبي اتش دي اوف اركيتكتشر اند اربن ستاديز من جامعه بوليتكنيكو دي ميلانو، اللي انا هتكلم على السمر سكول بتاعتها النهارده، لان انا شاركت في 4 سايكل متواصلين ليها. فانا حابه ان انا اشير الاكسبيرينس بتاعتها معاكم. انا هبدا دلوقتي بالشير سكرين. دكتوره زينب السكرين كده اوكي؟ تمام اوكي. السمر سكول بتاعت بياتشنزا هي اللي انا هتكلم عليها النهارده، هي اسمها او سي سمر سكول او الاوبن سيتي سمر سكول. انا النهارده عايزه اتكلم على تايتل بتاعها، سمر سكولز از انسنتيفز فور سيتي ترانسفورميشن. هل ممكن ان السمر سكولز والورك شوبس اللي احنا بنشتغل فيها مع الطلبه والافكار اللي احنا بنولدها مع الطلبه، هل ممكن ان هي تكون انسنتيف او ممكن هي تكون حافز للسيتي ترانسفورميشنز والتغيرات اللي بتحصل؟ ليها ظهير زراعي قوي جدا، ليها هيستوريكال وكالتشرال سنتر كبير، وفي نفس الوقت هي ليها اندستريال زون وليها منطقه خدميه تقدر ان هي تخلي مدينه بياتشنزا سيلف سفيشنت. فكانت نموذج وارد ان هو يقيم فيه او يكون ابلكيشن لفكره النيو ايكوبوليس اللي اقترحها البرت بانياكي. السمر سكول اوبن سيتي سمر سكول كانت بتحاول ان هي تحقق مبادئ الاربن فيليج من خلال لاند سكيب ديزاين، من خلال لارج سكيل اركيتكتشر اللي هو الاتجاه بتاع الاركيتكتشر سكول بتاع بوليتكنيكو دي ميلانو. لكن انهي نوع من انواع اللاند سكيبس؟ بياتشنزا فيها اكتر من نوع لللاند سكيب، فيها الفلوفيال لاند سكيب، فيها الانفراستراكشرال لاند سكيب، الكالتشرال لاند سكيب، الاجريكالتشرال والاندستريال لاند سكيبس. مع اللاند سكيبس المختلفه دي في اوقات بيحصل فيها نوع من انواع الاباندمنت او ان يحصل اماكن تكون مهجور مع الزمن، زي مثلا اكزامبل لبعض الاندستريال لاند سكيب، بعض الاماكن الصناعيه اللي كان ليها اكتيفيتيز وكان ليها نشاطات في وقت او في زمن من الازمنه، وبعد كده مع الوقت ابتدت النشاطات دي تتغير، ابتدت الاماكن دي تتهجر. يا ترى ايه هو مستقبل الاندستريال لاند سكيب في بياتشنزا؟ بعض الاندستريال لاند سكيب زي ما انتم شايفين في سلايد موجود على نهر البو. طيب ازاي ممكن ان هو يكون في نوع من انواع الكالتشرال انتر اكشن ما بين المدينه والانهابيتنس بتاعتها وبين الاكتيفيتيز اللي ممكن تحصل في النهر؟ نفس الحاجه فكره الاباندنت ميليتري باراكس او السكنات العسكريه اللي متواجده في مدينه بياتشنزا واللي اتهجرت مع الوقت. مدينه بياتشنزا مدينه عسكريه دفاعيه من العصر الروماني، وفضلت مدينه عسكريه لعصور كتيره متقدمه. طيب السكنات العسكريه دي موجوده بمساحات كبيره في قلب الهيستوريكال سنتر وفي البريفيرز، اما الاماكن دي ما بقتش تشتغل بنفس الكثافه اللي كانت تشتغل فيها زمان. طيب الاماكن دي ممكن هي تبقى انتجريتد في اللاندسكيب فابريك، في الاربن فابريك، في السوشيال فابريك بتاع المدينه ازاي؟ ده محفز لأفكار مختلفة للسامر سكولز. نفس الحكاية بالنسبة للفلوفيال لاندسكيب. نهر البو نهر بيحصل فيضان تقريبا سنوي، وفي بعض السنين بيكون الفيضانات دي مدمرة، بتبدأ ان هي تدمر قرى بأكملها. طيب في وقت الفيضان هنتعامل ازاي مع نهر البو، وفي وقت الجفاف هنتعامل ازاي مع الفلوفيال لاندسكيب؟ لاندسكيب ان موشن دي كانت فكرة من أفكار السامر سكولز، ممكن ازاي نتعامل مع لاندسكيب مش ثابت، لاندسكيب دايناميك. التحديات دي كلها ابتدت ان السامر سكول في اكتر من سايكل تبدا ان هي تعرضها من خلال ثيمز معينه ومن خلال اكسيز معينه، وفي نفس الوقت ابتدى ان يكون في تحديات اضافيه تيجي للسامر سكول دي، زي مثلا الاكسبو ميلانو في 2015. الاكسبو ده اتعمل عليه 2 سايكلز في السامر سكول علشان يبداوا ان هم يبقوا انتجريتد في تحديات المدينه اللي موجوده. في نفس الوقت في الفتره اللي حصل فيها الميدل ايست، الحرب في الميدل ايست،
في immigration كبيرة حصلت من الشرق الأوسط لأوروبا، هيتعاملوا إزاي مع immigration دي؟ ابتدى أن يكون في أفكار أن هم يعملوا في الميليتري باراكس أو السكنات العسكرية اللي مش فيها function دلوقتي co-housing projects، بحيث أنهم يبدأوا أن هم يتعاملوا مع الكرايسيس بتاعة immigration. لغاية 2019 الفراجايل لاندسكيب ده كان آخر ثيم من الثيمز بتاعة OC Summer School. تعالوا دلوقتي ببريفلي نبدأ ان احنا نشوف البروسس بتاعة السامر سكول. ايه اللي بيحصل؟ السامر سكول بتبقى مدتها 3 أسابيع، 3 أسابيع of hard work. Week 1 بيبدأ ان يكون في city analysis and vision. السامر سكول بتبقى international summer school، ناس جاية أو طلبة جايين من كل حتة في العالم، ما يعرفوش بياتشينزا، ما يعرفوش الـ identity بتاعتها، ما يعرفوش الـ structure بتاعها. من خلال site visits ومن خلال city analysis بيبدأ أن الطلبة تبدأ أن هي تتعرف على المدينة من خلال الخرائط، الكارتوغرافيز، الدوكيومنتيشن اللي الـ OC Summer School بتبدأ أن هي تحضرها، وهم بيبدأوا أن هم يشتغلوا على الاناليسز للكوريدرز، للريليشنز، للأربن فابريك، ويبدأوا أن هم يقروا المدينة بشكل كويس. بعد كده بيبدأوا أن هم يقترحوا vision structure بسيط للفيجن دي في الأسبوع الأولين. إيه هي الريليشنز اللي عايزين يشتغلوا عليها؟ إيه هي المين أكسس اللي بتقترحها الثيم بتاعت السامر سكول؟ هل هي علاقة ما بين الريفر وما بين الكونتري سايد؟ هل هي علاقة ما بين الاندستريال أريا والهيستوريكال سنتر؟ هل هي علاقة ما بين البابليك سبيسز وبعضها المونيومنتس أو المناطق الأثرية وبعضها المناطق المفتوحة وبعضها؟ بيبدأوا ان هم يحددوا الاوبورتيونيتيز اللي بيشتغلوا عليها في الاكسس دي، وبعد كده بيبدأوا ان هم يشتغلوا على ابستراكتد دايجرامز. الابستراكتد دايجرامز دي فيها اكشنز معينه، اكشنز ليها علاقه باللاندسكيب ديزاين، يبدأوا ان هم يحددوا فيها الريزم والبوينتس اللي هيبداوا ان هم يشتغلوا فيها او يعملوا فوكسنج في الديزاين بتاعهم عليها. الاسبوع الثاني بيبقى معتمد على الاسبوع الاول. الاسبوع الاولين بيبداوا ان هم يشتغلوا على الريليشنال ماستر بلان والديزاين اكشنز. كل اللايرز والاناليسز اللي الطلبه ابتدت ان هي تشتغل عليها، الكونكشنز والريليشنز اللي ابتدوا ان هم يعملوا لها تواصل او يعملوا لها تكمله او يعملوا لها اكستنشن بشكل او باخر، بيبداوا ان هم يعملوا لها مرحله اوفرلاينج او اوفرلابنج ما بين اللايرز دي، وبيبداوا ان هم يعملوا فيجن او كرييشن لرؤيه لللاندسكيب اكسس ده ممكن ان هو يكون ازاي في المستقبل. بعد كده بيبدا ان هم يشتغلوا على سلايسز في اللاندسكيب بروبوزل ده، ويبداوا ان هم يشتغلوا على لارج سكيل بروجكت اوف اركيتكتشرال ديزاين. في الاسبوع الثاني بتكون الاركيتكتشرال بروبوزلز ابستراكتد اللي ليها علاقه بالاركيتكتشرال ديتيلز. انت محتاج الطالب ان هو يبقى عارف ايه هي الاكشن اللي هو هيعملها. هل هو اوفرلابنج، فولدنج، ميرجنج، اكسبلودنج، ادينج، كاتنج، كارفنج، ريبارامترايزنج، ايه هي الاكشن اللي هو هيشتغل فيها؟ الاكشن دي محتاجه ان هي تكون واضحه للطالب بشكل كبير ان هو يقدر يعمل لها سينثيسيس في موديل، موديل واحد بس 20 باي 20. الفكره بالنسبه له تكون واضحه بحيث ان هو يقدر ينفذها بعد كده في الاسبوع الثالث. الاسبوع الثالث بيكون اكتر الاسابيع ارهاق، لان هما بيشتغلوا الجروب وركس بتاعت الطلبه، بتشتغل على ديتيلد بروجكتس وبتشتغل على الانستاليشن. الطلبه بتبدا ان هي من الدايجرامز ومن الابستراكشن تبدا ان هي تدخل على كونسبتوال ديزاين بس بشكل ديتيلد للسكشنز، للماستر بلانز، للبروسبكتيفز، بحيث ان هم يحاولوا ينقلوا الكونسبت بتاعتهم، الفكره بتاعتهم للترانسفورميشن بتاع اللاندسكيب ممكن ان هو يكون ازاي من خلال الديزاينز بتاعتهم، الجرافيكس والديزاين كونسبتس اللي هم تبنوها في خلال الاسبوعين اللي قبليه. اخر مرحله خالص، وهي دي اللي هنهي بيها البرزنتيشن على الاوبن سيتي سامر سكول، مرحله الانستليشن. الانستليشن هو اللينك ما بين افكار الطلبه والاكاديميين وما بين الاكسترنال وورلد. بيبدا الطلبه ان هم يشتغلوا في البافيليون بتاعهم، يحولوه ان هو اكزبيشن، يحولوه كمتحف للافكار بتاعهم، معرض للافكار بتاعتهم. الاكزبيشن ده بيبدا ان يكون مدعو فيه صحفيين، ديفلوبرز، انفسترز، اكاديميين، اركيتكتس،
من جميع الجهات وبيبداوا ان هم يتفرجوا على افكار الطلبه، ومن هنا بيحصل التواصل ما بين الحكومات او الاكاديمي الحكومات والاكاديميين، الطلبه والديفلوبرز الانفسترز والفكر الاكاديمي وفكر الطلبه، ومن هنا ممكن ان يحصل شيرنج للاكسبيرينسز دي. انا عملت زي فيديو صغير للانستاليشن، ممكن ان احنا نشوفه من هنا هنعرف الانستليشن بيتم ازاي، وهتبقى دي الاكسبيرينس نهاية الديسكشن بتاعتي على الـ OC Summer School. شكرا جدا، وده الليك بتاع الـ Open City Summer School لأي حد يحب ان هو يتعرف عليه. مسي، شكرا. شكرا دكتورة دعاء، كتر خيرك، استمتعنا جدا بالبرزنتيشن. ياريت يا جماعة لو أي حد ليه أسئلة دكتور دعاء يبعث لنا بس الأسئلة، أو يبقى مطلوب من حضراتكم بس في الآخر يعني تكتبوا الأسئلة بتاعتكم، بحيث إن شاء الله في وقت المداخلة في نهاية الإيفنت إن شاء الله هنخلي الأسئلة للآخر يعني. طيب next speaker إن شاء الله هيبقى باشمهندس يحيى. باشمهندس يحيى أنجيل المفروض إن هو architectural designer و teaching assistant في department of architecture faculty of engineering MSA University. إن شاء الله هيقدم لنا تجربة لطيفة يعني إن شاء الله من بلد مختلفة، هنشوف دلوقتي اللي هيعرضه علينا. باشمهندس يحيى ممكن حضرتك تنورنا، تتفضل. حضرتك يا دكتور، شكرا حقيقي جدا على الانترودكشن الجميله ديت، وعلى الفرصه ديت برضو، ان شاء الله تبقى يعني علم ينتفع به ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا يعني الصوت واضح للجميع؟ واضح للجميع؟ واضح شويه. تمام، احنا معانا 10 دقايق ان شاء الله يا باشمهندس يحيى، نحاول نلتزم بالوقت. تمام ان شاء الله باذن الله. انا هعمل شيرسكي، انا اسمي يحيى انديل، تيتشنج اسيستنت في جامعه ام اس اي، واركتكتشر ديزاينر برضو لان ده جزء من الهويه. انا حابب ان انا انقل شويه اكسبيرينس شخصيه عن الوركشوب، فانا فكرت في طريقه ازاي ان انا انقل الحاجه ديت بطريقه سهله ومبسطه، فما لقيتش حاجه اسهل من المايند ماب. هي حاجه بسيطه وهي بتشرح ملخصه تجربتي او تجربه ناس كتيره سافرت بره وشافت ايه اللي بيحصل السايكل ديت، خصوصا ان انا الانترناشنال وركشوب ديت اللي حصلت ان كان فيها شويه ان الواحد بيخرج اوت اوف ذا زون كومفورت زون بتاعه، ان هو الواحد لازم يبتدي يتحرك. احنا اركيتكتس، فاحنا اللايبرري بتاعتنا هي شويه الاكسبيرينسز اللي احنا بنعملها مع كل حاجه حوالينا،
فانا ساعتها وقت ما عرفت كان في كومبيتيشن في وركشوب هي كان فيها كومبيتيشن برضو انا قررت لا يحيى انت لازم تطلع من الكومفورت زون بتاعتك انت لازم تبتدي تطلع تشوف حاجه جديده ففعلا انا حضرت حاجتي وسافرت وكنا تيم كلنا كنا طالعين هي كان في تيمز كتيره هتتجمع في مدينه ثيسالونيكي في جريس فبس كان السفر مش دايركت ليها لان هو كان احنا لازم ننزل اسنز الاول بعد كده نبتدي ان احنا نوصل للمدينه الثانيه فانا ما حبيتش طريقه السفر من انا اول ما اوصل لاسنز اركب طياره تاني واروح للمدينه الثانيه بايزي واي ديت فانا خدت شنطتي ورحت على الانفورميشن ديسك وخدت الماب وقررت ان انا انزل اكسبلور جريس واوصل للديستنيشن اللي انا عايزها من غير ما تبقى حاجه تتحكم فيها في تراك واحد بس من غير ما اشوف اي حاجه غير من توب فيو بس فانا نزلت ساعتها وابتدات ان انا اميت نيو بيبل اتكلم معاهم كان في مشاكل في اللانجوج شويه ان مش كل الناس كانت تقدر تكومينيكيت معايا ساعتها كنا بنوصل ان احنا نبتدي نتواصل عن طريق ان ثلاثة يتجمعوا ويحاولوا يبسطوا لي الفكرة وأنا حاول أبسط لهم الفكرة وابتديت أن أنا فعلا get through أن أنا أوصل للترين ستيشن من حتة الترين ستيشن دي اتعرفت على ناس تانية ناس تانية ساعدتني وفهمتني إزاي أوصل للمدينة اللي أنا عايز أوصل لها فكان حصل أن أنا ابتديت أكوميونيكيت مع نيو بيبل ابتديت أن أنا فترة المسافة كانت ما بين أثنز والمدينة كانت 5 ساعات by train بس هما ما كانوش 5 ساعات باي ترين يعني فاضيين هما كان فيهم ان انا ابتديت ان هما يعلموني اللغه بتاعتهم ابتديت ان انا اعلمهم شويه من اللغه بتاعتي ابتدينا انا شويه ان هما يشرحوا لي احنا ماشيين بالترين دوت ابتدوا يقولوا لي في مونومنتس تمبلز مثلا عدينا عليها اولمبيك الجبل بتاعهم هو مشهور وابتديت ان احنا حتى يبتدي يشرحوا لي ان ايه اكتر الاكلات الموجوده اللي هي في المكان دوت مشهورة يعني وابتديت ان انا اول ما وصلت المدينة بتاعتي اللي انا كنت عايز اوصلها وجمعنا حصل الالتقاء خلاص ابتديت ان انا يبقى في برسبكتيف جديد خالص ان احنا اتعرفت على ناس جديدة اركيتكتس من جامعات تانية من 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 اماكن تانية و باشمهندس يحيى ارجو رفع الصوت شوية لو سمحت أو ما وصلت الديستنيشن بتاعتي وابتدينا ان احنا ننتراكت مع الناس ان احنا نبتدي نخش في الوركشوب الجديدة اللي هي الاساسية بتاعتنا ان احنا نبتدي نعمل كونكشنز هم يعملوا كونكشنز معنا واحنا بنبتدي نعمل كونكشن فكونكشن بقت وورلد وايد يعني لان كان في ناس كتيرة مشاركة في الوركشوب ديت وكانت مش بس الكونكشنز ديت مع young architects هي كانت كمان مع فاسز ان احنا ابتدينا ان هم نفهم اكتر هم التوبكس اللي بيتكلموا عنها والتوبكس اللي هم سبيشالايزد فيها وكانت انا اظن ان من وقت من سن صغير ان حد يعمل حاجه زي دي بيشوف او بيحصل اكسباند للوعي بتاعه ان هو يفهم هو عايز يبتدي انترستد في ايه وانا فعلا كانت الوركشوب ديت كانت مغير رئيسي معايا ان انا لقيت الانترست بتاعي في الانفايرمنتال treatments والbuilding technologies وكانت أهم حاجة كانت في الوركشوب ديت ودي اللي أنا عايز أوصل لها في الآخر من المايند ماب ديت إن لما تيجي التارجت international workshop لازم تفكر أو توصل للإند برودكت بتاعها إن هو يتعمل له publication أهم جزء في الوركشوب international دوت جزئية البابليكيشن لأن هي بتبقى introduction ليك في حاجات كتيرة بتديك opportunities ان انت ممكن في جامعة من الجامعات لو انت حبيت تفكر في ان انت تاخد international master degree بره فبتبتدي ان انت هم يبصوا على البابليكيشن بتاعتك سواء كانت هي architectural او theoretical او research part فيها انا حبيت ان انا اوضح الworkshop بتاعتي كانت هي اسمها Lake 17 ليك يوكيني بس ما حبيتش ان انا اشرحها عن طريق صور انا حبيت اشرحها بالبابليكيشن اللي حصل منها وحبيت انها تبقى لايف يعني البابليكيشن ده لايف هي بالجريك شويه يعني هي اولموست بالجريك لانجويج بس هو يعني
احنا كنا حضرينها فاحنا كنا فاهمينها. هو عامه هو كان فكره المشروع ان هو ان احنا بنبتدي نتحرك حوالين مكان معين اسمه ليك كيركيني، ونبتدي ناخد نعمل له دوكيومنتيشن. ان هو كان الفكره ان المكان عندهم ان هما مفيش سياحه فيه، فكانت الفكره ان احنا نزلنا عملنا تيمز وابتدينا ان احنا يشرحوا لنا، جابوا لنا سبيشالست فالطيور، ان هما كان الليك ديت بتطل على تجمع من انواع الطيور المهاجره، انواع كتيره جدا. وكانت بدانا ان احنا نبتدي، بروفيسور ثيودورس كان معانا، وكنا ابتدينا ان هو ان احنا نتحرك ونشوف اللاندسكيبس والاركتكتشر اليمنتس اللي ممكن نحددها او نعملها. وابتدينا نتعرف شويه على الكالتشر بتاعت الشعب، ان هو حضرنا ايفنتس كنا بنقعد حتى ناكل كلنا في مكان واحد ونبتدي يحصل. كان وقت وقت الجوري بتاعنا كان، او مش وقت الجوري، كان الديزاين بروسيس ان احنا كان معانا دكتور من المانيا، وكان معانا دكتور من جريك، وكان معانا دكتور من مصر. وابتدينا ان احنا نتقسم تيمز ونفكر في الميثودولوجي، احنا عايزين نحقق ايه، عايزين نوصل ايه. ابتدى جانا سبيشالست يعملوا لنا ماين مابس برضو يوضحونا بيها ايه اللي بيحصل، التراكس بتاعت الطيور. فبدانا نجين تالنتس جديده، بدانا نجين نوليدج جديده، بدانا ان احنا انتراكت مع الناس، بدانا ان احنا نفهم حاجات انا عمري ما كنت اتخيل ان انا هفهمها الا لو كنت اتعاملت مع حد يعني. بس فوصلنا في الاخر ان احنا يعني دي صورنا احنا لما الكونكشنز دي. وصلنا في الاخر للاند برودكتس. الاند برودكتس ديت مشاريع بتاعتنا، وناقشناها قدام الجميع، وقدام سكان المكان، وقدام الجوفرمنت اللي كان موجود. وكانت اكسبيرينس رائعه جدا، وتعلمنا فيها حاجات مش هتحصل الا بان الشخص يتيك ذا ريسك ان هو يبتدي انتراكت، يبتدي ان هو يطلع من الكومفورت زون بتاعه. بس انا حبيت اني كده على ال discussion يعني. شكرا دكتور زينب. شكرا. تمام. شكرا 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 يا باشمهندس يحيى. احنا طولنا شويه عن الوقت بس اوكي مفيش مشكله، كتر خيرك وشكرا. ويعني احنا بصراحه كنا حابين ناخدك معانا في المسابقات، ويعني عايزينك تشترك معانا في الورك شوب. يعني انت متميز، ربنا يكرمك يعني. شكرا على العرض. وان شاء الله برضو لو حد ليه اي اسئله لباشمهندس يحيى يعني ياريت بس نكتبها، وان شاء الله في الاخر الدسكشن بتاعتنا في بعد السبيكرز ما يخلص. الف شكر باشمهندس يحيى. بعد كده معانا باشمهندسه فاطمه احمد. باشمهندسه فاطمه هتكلمنا على اكسبيرينس من مصر. هنحاول نعلي صوت شويه فاطمه، وهسيبك تقدمي نفسك ومعاك العشر دقايق، يا ريت نحاول نلتزم بالوقت. تمام؟ اوكي تمام. السلام عليكم، كل سنه. لا نعلي صوت كمان كده كويس. كده تمام. تمام اتفضل. تمام. كل سنه وانتم طيبين. معاكم مهندسه فاطمه، انا تي اي في اس بي اي اكاديمي، وماسكه وحده التعاون الخارجي هناك. انا خريجه 2019، لسه متخرجه، وكمان يعني كمان ريسيرشر في جامعه القاهره، بعمل ماستر في تاون بلاننج. طبعا انا سعيده ان انا موجوده دلوقتي، و ارك سبيس انا حضرت معاهم بصراحه كذا وركشوب، ف يعني انا فعلا ببقى مبسوطه، يعني دي بتبقى تجربه رائعه. لما قالوا لي اختاري وركشوب بتكلمي عنها، بصراحة اخترت السيتي براندينج، لأن السيتي براندينج كانت بالنسبة لي يعني كانت تجربة مميزة جدا. ليه بقى؟ كنت لسه متخرجة، وأنا بالنسبة لي الميزة في الوركشوب إن هي مش بروجكت شغال في الجامعة، فإحنا بنشتغل عشان ناخد مثلا درجات. طبعا دي حاجة مفيدة جدا، بس مش عشان يعني مش مركزين عشان ناخد درجات، ولا إن إحنا بنمتحن مثلا مركزين في المحاضرة عشان نكتب وراها والكلام ده كله. فدي كانت أول حاجة جربها بره، يعني بره الجامعه. يعني انا اكيد حضرت قبل كده، بس ان هو فكره ان انا لا خريجه بقى. فانا بالنسبه لي الورك شوب دي عباره، او عموما يعني الورك شوبس دي لازم تبقى تجربه، لازم تبقى اكسبيرينس، بناخد منها خبره او ناخد منها درس لحياتنا عموما، مش مجرد ان احنا يعني مش مجرد ان انا بتعلم، انا رايحه هناك اتعلم، عندي شغف لحاجه كمان في حياتي.
فأنا دلوقتي هعمل شير. كده السكرين واضحة؟ مين واضحة بس حاولي تقربي المايك معلش أكتر يا فاطمة. برضو صوتي مش واضح مش عارفة أعمل إيه. يعني نحاول نقربه أكتر. طيب كده كويس؟ تمام. تمام؟ دلوقتي هي السيتي براندنج هو اتعمل الورك شوب اتعملت 2019 في الجريك كامبس في التحرير. انا كان مفهومي قبل ما اروح على السيتي براندنج او البراندنج عموما يعني هو مجرد الصوره اللي بتيجي في دماغنا اول ما نسمع اسم حاجه معينه. يعني مثلا لما تيجي مثلا سيره تركيا فاحنا بيبان صوره كده في ذهننا لمده ثواني ان هي البحر الحلو والطيور اللي بتطير والفنار والجو ده، فالصوره دي ثبتتها في دماغنا المسلسلات خلاص. احنا شايفه في تركيا مثلا فيها الجامع والسماء والشمس والحاجات دي، خلاص الصوره ده. مثلا لما تيجي باريس بدماغي برضو برج ايفل، نيويورك تمثال حر كده. يعني هو دايما المكان بيجي بصوره وذهنيه معينه. دي كانت مفهومي. تمام. بصراحة أنا يعني طب خلاص هي بقى يعني هي جت خلاص، يعني هي دي بالنسبة لي البراندنج. طب إيه بقى بعد كده؟ يعني أنا جاي عشان يعني أعرف إيه. فكان الموضوع بصراحة يعني كان أكبر من كده بكتير بمراحل، إنه لأ بقى يعني لأ مش دي البراند. البراند دي يعني بتكون صورة واحدة بس عن المكان. يعني مثلا احنا في اماكن في الصين واماكن في امريكا وناس كتير قوي اول ما يسمعوا اسم ايجيبت خلاص بيجي في دماغهم صوره الاهرامات والجمال والصحراء وخلاص. هم مش شايفين في مصر اي حاجه تاني غير ده، هو خلاص شكل اول ما تيجي اسم ايجيبت خلاص هي كده. طيب الوركشوب دي يعني هحاول ان انا استعرض بس المين ايدياز اللي انا استفدت يعني على مستوي انا، يعني مش بالظبط اللي حصل هناك بس ده الحاجات اللي انا طلعت بيها من الوركشوب دي. اول حاجه كانت طبعا يعني مفهوم البراندنج اللي اتغير عندي، البراندنج وعلاقته بالايدنتي. يعني الايدنتي هي البراندنج عموما. يعني انا لما باجي اعمل براندنج لمكان معين او لسيتي معينه ببدا ان انا افكر ايه هي يعني هي فين الايدنتي بتاعت المكان، لان من سمات البراند عموما ان هو لازم يكون ليه ايدنتي واضحه. يعني اول ما خلاص يتقال اسمه في اي حته خلاص انا يعني الهويه بتاعته بتبان. تمام. فدلوقتي يعني ايه بقى ايه العلاقه؟ يعني انا دلوقتي هعمل نوعين من البراندنج. مثلا في نوع اولاني انا في مكان عايز اعمل له براندنج فابدا ادور على الهويه بتاعته فين، الستوري بتاعته فين، عشان ابدا ان انا اطلع منها كونسبت ابدا اشتغل عليه. طيب في حاجه تانية ان انا المكان ده او الحاجه دي تبقى مش يعني ما فيها يعني لسه جديده وانا اللي بكون لها الصوره دي. فانا هختار تجربه معينه عايزه اعيش الناس اللي هم هيبقوا في المكان اللي هيروحوا فيها. فالتجربه دي هبدأ ان انا ابرزها. يعني مثلا زي الجونة كانت لسه جديدة. طيب ايه المميز في المدينة دي؟ صاحب او اللي عمل المدينة ابتدى ان هو يفكر طب ليه ما عملش فيها مهرجان زي مهرجان الجونة، فبالتالي ان هو تبدأ المدينة تتشهر بيه كل سنة الناس تبدأ تروح. فخلاص احنا بنروح يا جماعة عشان المهرجان، ففي سليبستريت هناك، في ناس مشاهير، في جو تاني، فاحنا هنروح بقى نجرب التجربة دي مثلا. دي فرق ما بين حاجتين، يعني طريقتين بعمل بيهم براندنج لحاجة. أول أسئلة لازم تيجي في بالي وأنا بعمل براندنج لحاجة، أنا بكلم مين؟ يعني أنا عايز أعمل براند لمين؟ يعني عايز الناس هنا تيجي هنا تعمل إيه؟ لازم أبقى أنا عندي رد واضح وصريح أوجه بين الناس. يعني أنا بوجه لكم يا جماعة أنا عايزكم تيجوا هنا عشان كذا كذا كذا. تمام؟ اتقالت جملة حلوة جدا في الوركشوب دي كانت أحسن حاجة فيها، كان في variety فضيعة ما بين الـ يعني الـ instructors، فكانت تخصصات مختلفة وابتدوا ان هما يعني كانت بصراحة وهي كانت 3 أيام صغيرة بس كانت فيها موضوعات كتير قوي والموضوعات ما كانتش متكررة، فكان فيها concept كتير قوي أو في كان في أفكار أكتر. تمام؟
ابتديت ان انا اشوف كان في كونسبت كان اتناول موضوع الهيستوري بتاعت البراند، يعني ان ازاي مثلا من ايام الفراعنه ازاي كان في رمز عن يعني ازاي هم ابتدوا ان هم يشتغلوا على موضوع البراندنج دي، وابتدوا ان هم يلاقوا رموز للحاجات بتاعتهم تدل على الانجازات اللي هم عملوها او الحاجات اللي هم عملوها علشان يبداوا ان هم يعملوا لوجوز وحاجه يبراندوا بيها. تمام. اول في حاجه بقى يعني حاجه شدتني جدا هناك، انا كنت انا وتيم معايا كنا بنعمل كنا في مسابقه، فالمسابقه دي كانت بتعمل ديفلوبمنت لشارع الخليفه ومنطقه السيده نفيسه. فاحنا رحنا هناك، فلما رحنا هناك لقينا رسومات على الحيطه، ولما سالنا وايكونز كده في كل حته طول المسار بتاعنا، لما سالنا الناس عليها الايكونز دي جت منين وايه الحاجات اللي على الحيطه دي، لقينا الناس يعني تحمسوا جدا ونطوا كده من مكانهم، لا تعالوا هنحكي لكم ده مبادره الاثر لنا، جم واتكلموا معانا، واحنا هنا بنعمل انشطه الفلانيه، واحنا هنا بنعمل محكه كل يوم خميس بنقعد نتكلم، وهنا مش عارف بنعمل ايه، وهنا في اثر ايه وقصته كذا، ولا ده في اسطوره بتقول كذا، كل الاستوري دي. ففي جوه بقى الورك شوب انا كنت يعني خلاص كده عرفت من الناس، جوه بقى الورك شوب تناول يعني اتحكى الموضوع او اتقال الموضوع بالظبط ايه التجربه دي واتعملت ليه. فكانت الفكره كلها ان بنترن اون الناس، يعني البيبل اللي في المكان هم اللي يبقوا مسؤولين ان هم يعملوا براندنج لنفسهم. ازاي انا ببدا اخد منهم كل حاجه جواهم والايدنتيتي بتاعتهم، وهم وباخد كل الاساطير والقصص والحكاوي والتاريخ بتاعهم، وابدا اعمل منه قصه اعيش فيها الناس اللي جايه في التجربه دي. طبعا احنا اتكلمنا عن يعني التول بوكس بتاع يعني ان انا اعمل براند المكان، ان انا طبعا الفوتوغرافرز الصور والجرافيكس واللوجوز والحاجات دي والهاند كرافتس والحاجات دي. فكان يعني كان من ضمن طبعا اكزامبلز كتير قوي 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 اتقالت. فيعني باختصار ان كل دوله او كل مكان انا هعمل له براند، ممكن ان انا اعمل براند من خلال اسطوره موجوده في المكان، او من خلال مثلا سياسه الدوله ناويه تحققها في المكان ده. يعني مثلا عايزه الدوله تقول ان في هنا فرايتي في الكالتشر، واحنا بعد كده هنبقى دوله هنحقق مثلا سستينابيليتي وهنعمل مش عارف ايه. فهبدا ان انا لما اعمل اصمم الجرافيكس بتاعه الاماكن دي، هبدا ان انا اراعي فيها الرؤيه بتاعه المكان، او اراعي فيه الاسطوره اللي موجوده اللي انا عايزه احقق من خلال الاسطوره دي حاجه معينه. انا مثلا ازمير مدينه في تركيا، الرمز بتاعها العين، العين اللي هي العين بتاعه الحسد دي اللي احنا كلنا عارفينها. فالعين دي هي عندهم المفروض ان هي بترجع الشر، فهم خدوا الكونسبت بتاعها اساس ان ازمير دي هي المدينه اللي هتقف بقى في وش يعني هي قويه وهتقف في وش الشر والحاجات دي. فابتدت ان هي دي تبقى ال ما احنا قدامنا قد ايه؟ هي خلاص دقيقتين وخلص. خلاص دقيقتين. طب احنا معانا دقيقة، اوكي؟ ماشي. طيب ممكن نرفع الصوت كمان شوية؟ طيب خلاص كده تمام كويس؟ تمام. طبعا اتفضل. يعني انا كان في بقى اكزامبلز كتير، فهقول بس سريعا علاقة الميديا بالبراندنج. ده فيلم، الفيلم ده فيلم كرتون عملته ديزني، ده عن مدينة اسمها سانت سيسيليا في المكسيك. في المكسيك المدينة، يعني الفيلم طبعا الصور بس هي بتحكي المدينة دي عاداتها وتقاليدها وأعيادها وكل حاجة اتحكت في الفيلم على شكل قصة كرتون. فبالتالي أنا قاعدة في بيتنا في مصر وشفت ايه القصة اللي موجودة هناك، وبدأت اشوف المدينة من خلال فيلم. فطبعا يعني ده بيوضح ازاي الميديا بتأثر في البراندنج عموما. والسوشيال ميديا كان في كلام عن السوشيال ميديا ازاي هي بتأثر، وازاي انا كواحد بعمل براندنج اختار ايه نوعيه يعني ازاي ابدا من على السوشيال ميديا. يعني انا مثلا لو بكلم المصريين عايزه اوجه لهم حاجه، فهبدا ان انا اكلمهم من اكتر ابلكيشن هم بيستخدموه، يعني الفيسبوك مثلا. لو هكلم مثلا الخليج وكده، فهبدا ان انا اوجه لهم برده مثلا من الانستغرام او من السناب شات مثلا. اكتر ابلكيشن بيوصل
للتخصص اللي انا عايزه اوصل له. دي الورك شوب خدنا في يعني خلاص انا خلصت, بس احنا في الاخر كنا خدنا كل واحد مكان, المكان ده ابتدى ان هو بقى نعمل برين ستورمينج ونبدا ان احنا نتكلم على ازاي هنعمل للمكان ده براندنج, على اساس ان احنا يا اما نطلع الطريقتين, يا اما نطلع الايدنتي بتاعته وندور على قصه نحكيها او نعملها او نعمل تجربه معينه بحيث ان احنا نطلع يعني نعمل البراندنج من خلال الموضوع ده, او اننا المكان ده يبقى لسه جديد. يعني مثلا لو انا بتكلم مثلا على الغردقه ودهب, فدهب بتعيشك حاله معينه والغردقه حاله تانية, مع ان الاثنين على البحر الاحمر. ليه اسكندريه وليه مرسى مطروح, ما الاثنين برده على المتوسط, دي حاله ودي حاله. فلازم انا لو حتى رايحه اعمل نفس الاكتيفيتيز بيبقى في حاله معينه لازم انا كواحد بعمل براندنج لمكان اعيشك فيها في قصه معينه علشان تقدر ان انت تكمل المكان. في الاخر الوركشوب دي كانت مفيده من ناحيه حياتنا, من ناحيه ان احنا لما بنيجي نعمل اي انجاز او نعمل اي حاجه في حياتنا لازم ان احنا نفكر, يعني الافكار تترتب, احنا بنكلم مين او احنا ازاي نعمل الحاجات الانجازات او المشاريع او المسابقات او اي حاجه احنا بنعملها براند, ازاي يبقى ليك اسلوبك ان انت بتوصل للناس حاجه معينه هو من خلالها خلاص اول ما يجي مثلا يتقال الحاجه الفلانيه عملها فلان خلاص هيبدا ان هو يجي في دماغه بصوره ذهنيه للحاجه دي. فده كانت حاجه عظيمه جدا في الوركشوب, وطبعا الخبرات الفظيعه والديسكشنز اللي كانت بتحصل ويعني البرين ستورمينج والحاجات دي كلها. شكرا بجد دكتور احمد ودكتور زينب عشان التجربه دي كانت فعلا 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 يعني كانت كويسه جدا لدرجه ان انا مبسوطه قوي ان انا اتكلمت عنها النهارده. انا طولت. لا لا خالص, شكرا ليكي, استمتعنا, كنت بخيرك. برضو لو اي حد ليه اسئله لبشمهندسة فاطمة برضو ياريت ناخد الأسئلة بتاعتها بحيث نسألها إن شاء الله في الآخر. طيب إحنا دكتور دعاء ودتنا إيطاليا, وبعدين بشمهندس يحيى ودنا اليونان, وبعدين فاطمة ربنا يسامحها رجعتنا مصر. فإحنا بشمهندس إسلام علي مشكورا هيكلمنا دلوقتي عن روما, هنروح روما بقى فيه. وبعدين بعد كده ان شاء الله بشمهندسة آية الفولي هتودينا الصين. فبشمهندس اسلام علي معماري وبرضو تي اي في جامعة ام اس اي, يشرفنا ان هو يكون معانا. بشمهندس اسلام احب ان حاجة تقدم نفسك. اكيد, شكرا, شكرا جدا يا دكتور. طبعا يعني فرصة سعيدة جدا ب وجودي في الاكسبيرينس الرائعه دي, وفرصه يعني اتمنى ان هي طبعا تتعوض على طول ان شاء الله. انا باشمهندس سلام علي, انا معيد في جامعه ام اس اي. تمام, انا ان شاء الله هتكلم النهارده على نوعين من انواع الورك شوبس بطريقه عامه وبطريقه بصفه عامه شويه. طبعا في اول حاجه خالص, انا بشوف ان الوركشوب دي اكتر حاجه او اسهل حاجه واسهل طريق ان احنا نعرف الدايركشن بتاعنا او الحاجه اللي احنا نفسنا يبقى هو ده الباشن بتاعنا او هو ده الفيلد بتاعنا احنا نرتكز عليه. من فتره شفت ارتكل بيتكلم قوي على teaching methods للاركيتكتشر, وكان بيتكلم على الفورمال والانفورمال, وكان متركز جدا على فكره الانفورمال اللي هو الوركشوبس, وكان شايف ان الوركشوبس مش بس ان هي تتعمل بره حدود الجامعه, لا هو برضو نقدر ان احنا نعملها جوه الجامعه وتبقى عباره عن وركشوب سريعه جدا لبروجكت صغير جدا, يعني لتايم مثلا اسبوع او حاجه, فيطلع لي برودكت اسرع بطريقه اسهل وتخلي داتا كتيره قوي توصل للطلبه وغيرهم. انا لما جيت اختار الوركشوبس طبعا يعني لقيت احسن تو وركشوبس او تو اكسبيرينسز اقدر اقدمهم هي روم سمر سكول, ودي كانت في روما, وعزبه بروجكت. طبعا هحاول اقول المفارقات ما بينهم وايه مقارنه سريعه كده جدا كده ما بينهم. روما سمر سكول بالنسبه ان هي كانت في ايطاليا,
كانت كمبيوتر بيزد او ديزاين بيزد، كانت عباره عن كورس للراينو جراس هوبر، وبعد كده بيحصل بروسس اللي هي بنتوزع لتيمز، وبعد كده كل واحد بيحاول يطلع برودكت معين. طبعا هشرح الكلام ده برضو بعدين، واحنا بنشوف الاوتكمز بتاعه الكومبيتيشن نفسها وكل تيم طلع ايه. وبعد كده طبعا هي عباره عن 3 اسابيع تمام. فبرضه السمر سكول، معظم السمر سكولز طبعا بتبقى وقتها اكبر شويه، بتوصل اسبوعين او 3 اسابيع وممكن اكتر كمان. بالنسبه لباقي الورك شوبس او معظم الورك شوبس بتبقى لا تتعدى الاسبوع، فعشان كده بقول ان هي دايما بتبقى اكسبيرينس سريعه جدا، بتعرف فيها حاجات كتيره جدا وبتستفيد منها بشكل اوسع. اللي هي حاجه زي العزبه بروجكت، العزبه بروجكت كانت بالاتحاد مع ذا اي دي وجامعه عين شمس. هي نوعها ان هي practical workshop، هي ملهاش علاقة خالص بالديزاين ولا شفافات ولا التولز اللي احنا دايما بنستخدمها في معظم workshops بتاعتنا. هي شوية انت يعني hands on involvement، انت بتحاول تعمل action بايدك، انت بتحاول بتعمل physical حاجة physical، بتبني حيطة، بتبني تندة، بتبني seats، وكل ده بيبقى للناس. فطبعا عزبة project كان تركيزها اكتر على عزبة ابو قرن اللي هي موجودة في مصر القديمة، وكانت تتركز جدا في الشوارع والمدارس وكذا منطقه بالنسبه لمنطقه العزبه بشكل اخص. طيب هتكلم دلوقتي على فكره الوركشوب وازاي بتمشي فكره الوركشوب. اي وركشوب تقريبا ليها 3 بروسيس، اللي هي اول حاجه هي عباره عن الماتيريالز والريسيرش اللي هو ممكن يحصل، وده طبعا بتبقى مختلفه شويه من وركشوب للثانيه. يعني مثلا بالنسبه لو هتكلم على العزبه، فهقول ان الورك التولز بتاعتها هي الايكويبمنتس، و فكرة ان احنا هنبني حاجة معينة، حيطة او كالتشر سنتر او حاجة معينة. لكن في روما سمر سكول احنا بنعمل ديزاين، بنتعلم كورس، بنتعلم برنامج معين، بلوجن معين. بالنسبة للبروسيس برضو تقريبا هي حاجة ثابتة، يعني دايما بشوف دايما جدا في الوركشوب ان احنا بتوزع لي تيمز معينة، وكل تيم بيبقى مهمته ان هو يطلع برودكت معين. بعد كده بيحولني لفكرة البرودكت والأوتكم اللي هو بتبقى مختلفة جدا من تيم للتاني. فعشان كده انت بس مش بتعمل شير للنولج بتاعتك بس، لا انت كمان بتشوف النولج اللي عند الناس، فدي حتة ان انت برضو بتوسع علاقاتك وبتوسع النولج بتاعتك. طبعا بالنسبة لروما سمر سكول، لو انا هتكلم بقى بصفة مختصة شوية، فروما سمر سكول كانت في روما، كانت لمدة 3 أسابيع. كان أول أسبوع كان لمهندس معروف جداً اللي هو أرتورو تيديسكي، طبعاً دي يعني واحد من الناس الكويسة جداً في الراينو وجزء المشاريع. بعد كده تاني أسبوع كان بيتكلم على جراس هوبر، وكان ده كريس ميكي. كريس ميكي ده كان مختص أكتر تمام، كان مختص اكتر بالجزء اللي هو الانفيرمنتال تمام. فده علمنا فكره الليدي باج والجراس هوبر، بنشوف طبعا الاناليسز زي حاجات زي كده زي سمر شادو اناليسز وسمر توتال راديشن والكومفورت زون وكل حاجه ليها علاقه بالانفيرمنتال. ثالث اسبوع كان هو الكومبيتيشن اللي احنا طلعنا فيه البرودكت ده، اتقسمنا لثري تيمز، كل تيم طلع البرودكت بتاعه تمام. فالموضوع كله عباره عن ان هو كان بروجكت صغير جدا، عباره عن بافيليون، كل واحد اخذ بيازا معينه، البيازا اللي هي الميدان او اللي هو مساحه او كورت او مساحه كبيره جدا يعني في مكان عام. فهو طبعا كان يعني بيخش فيه جزء كبير جدا من الاربن، وفي نفس الوقت جزء كبير جدا من الديزاين. طبعا حتى الباك جراوند دي كانت صوره حقيقيه فعلا، واتصورت بانوراما في بيازا في روما. وبعد كده بعد ما وصلنا للديزاين اللي احنا اشتغلنا عليه بجراس هوبر، وطبعا بالاناليسيس اللي احنا شفناها بالنسبه للاربن، بعد كده طلعنا البرودكت الاخير ده تمام. فده بالنسبه لل روما سمر سكول. بالنسبه للعزبه، العزبه كنا اخذنا اخر فتره كانت هو تو ورك شوبس، كانت ورك شوب بتتكلم على ستريت انترفينشن تمام، و سكول انترفينشن. فطبعا دي كانت قبلها كان في مسابقه، المسابقه دي كانت عن السكول وازاي نعمل لاندسكيب، او ازاي ان احنا نعمل نجدد ساحه المدرسه ونخليها مور انتر اكتيف للستودنتس وكده.
طبعا حتى يعني دخلت الكومبيتيشن دي وخدنا مركز تاني. وبعد كده بعد ما الكومبيتيشن دي خلصت عمل ان احنا ننفذ بقى جات اللي هي الايه الستيب بتاعه التنفيذ. اخترنا ناس من جامعات مختلفة. زي ما احنا شايفين هنا هو ده فيديو سريع جدا هنشوف البروسس اللي بتحصل. طبعا دي كانت عبارة عن تندا، فهنا كانت كنا بنحاول ان احنا ننقل الطوب اللي هو الطوب اللي هو بيجي من الفيوم اللي هو الطفلة. حتى احنا سافرنا يومين عشان نشوف الطوب ده بيتعمل ازاي وكده، وكانت اكسبيرينس كويسة جدا ان احنا جوه الوركشوب اصلا هي موجودة في مدرسة في منطقة عشوائية، بس في نفس الوقت رحنا الفيوم وشفنا اكسبيرينس معينة وشفنا الطوب ده بيتعمل ازاي. وبعد كده جبناه هنا وتعلمنا ازاي بنبنيه. طبعا برضو العمدان احنا اللي عاملينها، يعني كل ده عبارة عن طلبة، وزي ما انتم حضرتكم شايفين برضو هم طلبة بنات وأولاد. يعني الموضوع مش عبارة عن لا صعب فمش هينفع بنات، لا بالعكس، ده معظم الوركشوبس دي كانت بيبقى فيه بنات اكتر من الاولاد كمان، فتبقى يعني نوع من انواع الوركشوبس دي تبقى جميله جدا في حته ان انت بتخش انت تعمل حاجه انت بايدك. فزي ما هي الحاجات اللي هي انترناشنال وركشوبس اللي انت بتسافر وبتشوف ناس كتيره وتتعرف على كالتشرز مختلفه، الموضوع بيبقى برضو جميل جدا لما انت تعمل حاجه بايدك وفي نفس الوقت تتعرف على ناس فعلا تبقى نفسها تعمل حاجه للعشوائيات دي او الناس اللي موجوده في الاماكن دي. بعض الريكومنديشنز اللي انا بشايفها ان احنا طبعا عندنا يعني السوشيال ميديا وفرت حاجات كتيره جدا بالنسبه ان احنا نقدر يعني ندخل ونشوف ايه الوركشوبس اللي احنا نقدر يعني تبقى كويسه لينا ماشيه مع الفاشن بتاعنا. في حاجات انترناشنال، في حاجات يعني مش انترناشنال او اربن او هنا في مصر، في حاجات زي مثلا البيجز الموجوده، في علاقات. يعني طول ما انت بتتعرف على علاقات، طول ما انت بتوسع علاقاتك، طول ما انت هتعرف ناس هتقول لك تعمل ايه وتروح فين وكده. وفي يعني في حاجات كتيره قوي زي مجاوره، يعني في مؤسسات كتيره جدا بتشتغل على نظام الوركشوب ده. فبس فاخر يعني اخر كلامي ان احنا نحاول ان احنا بس نوسع علاقاتنا ونوسع دائرتنا، نطلع بره الكومفورت زون، نحاول نتعرف على بلاد وثقافات جديده. دايما حته الانترناشنال وركشوبس دي هي اللي بتخلينا نعرف الثقافات الجديده، وفي نفس الوقت برضو النوع اللي هو من انواع اللي هو الاربن وركشوبس بتخلينا نعرف الناس اللي هي موجوده في اماكن عشوائيه او ايا كان الاماكن او ايا كان المناطق. المهم ان انت بتعرف على حاجه جديده، تطلع بره الزون بتاعك. فطبعا عشان الوقت يعني هو ده اللي انا نهاية كلامي وده آخر حاجة. شكراً جدا. شكراً باشمهندس إسلام، أشكرك جدا على الالتزام بالوقت. بيرفكت بالضبط، يعني on time. كتر خيرك. احنا هننتقل للمتحدث الأخير، ختامه مسك زي ما بيقول، باشمهندسة آية الفولي. هتعرض لنا تجربة من سين. و باشمهندسة آية ممكن تتفضلي قدمي نفسك، ومعاكي برضو 10 دقائق نحاول نلتزم بالوقت، وبعد كده ان شاء الله نفتح الفلور للمناقشة. طيب السلام عليكم. انا آية الخولي. انا بعمل شوية حاجات. اولا انا ماما وزوجة ومهندسة، وبحاول اكون معلمة، وآخر حاجة وشغفي كله إني الحمد لله أخيرا يعني بقيت خبير مشاركة مجتمعية. يعني إيه؟ يعني الراجل اللي بيروح يرغي مع الناس عشان يقدر يحول الكلام للعمران حمزة الوصل، ربنا يجعلنا دايما يعني. الحقيقة أن الزملاء من الأساتذة والطلبة والزملاء اللي حبايبنا اللي اتكلموا قبلي اتكلموا عن تجارب هايلة قوي، بس محدش فينا غيره عنده كام سؤال كده. أول سؤال مثلا، طب يا جماعة حلوة قوي، انتوا شاطرين ومعيدين وأوائل دفعتكم وعم حضرين ماجستير ودكتوراه، طب يا جماعة مين أنا؟ يعني أنا ابن مين في مصر عشان أسافر ووركشوب؟ وهل هتبقى فاندد ولا حضرتك هندفع ولا إيه النظام؟ دي حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية، يعني اعتقد ان ربنا اكرمني باني عملت عدد ووركشوبس، في اللي دفعت فيه فلوس وفي اللي قبضت فيه فلوس وفي اللي دفع لي فيه فلوس،
مش قليل، وكان في كتير منهم انترناشونال. اشمعنا التجربة دي اللي أنا حبيت إن إحنا نشارك؟ الحقيقة لأن التجربة دي كانت مختلفة، وI'm not going to share التفاصيل اللي حصلت educationally، لأني بتهيألي إن الجمهور العريض مستني يسمع أكتر هو إحنا بنعمل إيه، هو إزاي الناس دي بتتقابل، هو التجارب المختلفة دي، هو إزاي أنا أقدر أعرف إذا كانت الوركشوب دي يعني زي ما بيقولوا كده فكسانة ولا ظريفة ولا إيه. فهو في كام حاجة كده خلينا نبتدي بيه. التجربة دي الحقيقة كانت مختلفة تماماً لأنها ما كانش ليها علاقة بالأكاديمية. أنا ما سافرتش التجربة دي ولا عشان مدرس مساعد ولا عشان يعني يمكن اللي هقوله لكم فعلاً ده هو اللي علاقة في العلم، إنه الحقيقة إن اللي بيدور على إنه يبقى بيعمل علم بجد ربنا بيكرمه. يعني أنا اخترت موضوع دكتوراه مش قديم قوي، جديد end of knowledge، طلع عيني شوية في الآخر، اتعلمت شوية حاجات فادتني جداً on the professional level وخلتني سافرت professionally as an expert لنيم. طب ما أعرف خلص إن أنا رايحة حتة معينة وإنها تنقلني من حتة لحتة، بس أنا عندي إخلاص نية. الحقيقة أنا جات لي أصلاً في وقت أنا ما كنتش عارفة هينفع سافر فيه ولا لأ، وما كنتش عارفة حاجات كتير قوي، وكنت متلخبطة وما كنتش عارفة قيمة نفسي. فسبحان الله ربنا بعتها يمكن ساعات تسافر مش بس عشان توسع علاقاتك، مش بس عشان تكتشف تجربة جديدة، إنما يمكن تكون turning point في حياتك. عشان ما طولش عليكم، التجربة كانت لطيفة جدا لأنها كانت على professional level. طيب اللي يهمنا إحنا من آية في الموضوع ده إيه؟ والله يا جماعة في حاجة اسمها IsoCARP. IsoCARP دي تاني مؤسسة عمرانية عالمية بعد American Association، أو يعني معرفش المستوى العالمي يعني، بس هي من أكبر المؤسسات العالمية، وهي عندها بروجرام اسمه YPP Young Planning Professionals، وبتعمل workshops بصفة مستمرة أو دورية، وبتكون funded وبتكون مش معتمدة على إن حضرتك تكون أكاديمي، دي معتمدة على إن حضرتك تكون professional. فيمكن دي عشان كده حبيت إنها تكون هي عشان تبقى للناس الأكثر. عرفت إزاي عنها؟ عرفت عن طريق sharing، ربنا يبارك لها، معرفش سمعين ولا لأ، منها هنداوي ومارين بعتولي، وانا كنت ما كنتش متابعه جيده للصفحه الحقيقه، وبعدين عرفت انها صفحه مهمه جدا. فدي حاجه برضو ان احنا لا نبقى عارفين هو بنتابع يعني في فرص كتير جدا 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 للمصريين والعرب يعني قبل الكورونا، الله اعلم بعد كده هيبقى ايه الظروف. ده التيم بتاعي. التيم بقى اللي يهمنا برضو في السلايد دي هو عدد الجنسيات، هند، صين، مصر، والسينيور بتاعتنا كانت كانها كده رئيسة هيئة التخطيط العمراني. والحقيقة ان دي كانت ورشة عمل زي ما بقول لكم انا بروفيشنال، اختاروا فيها ستة على مستوى العالم، والحمد لله بفضل الله ربنا اكرمني وكنت منهم. كنت المسلمة والعربية ويمكن الافريقية الوحيدة، فضل من الله سبحانه جل شأنه، ليس لي به من سلطان. تيم ورك بقى، وانك تعمل شغلك بجد، وانك تصدق في العلم اللي بتتعلمه. يعني ساعات الواحد بيتهز، فالنزول لأرض الواقع، ودي ميزة الوركشوبس عموما اللي تخلينا دايما نشجعكم انكم تشتغلوا عليها وتقدموا فيها. حتى لو اساتذتنا دايما يقولوا لنا يعني انت لازم هتتعرف، يعني معروف كده احنا بنروح مؤتمرات علشان المينجلينج، علشان يتعرف ان فلان ده بيشتغل في الحته الفلانيه. فحضرتك لما بتكبر كده وتبقى استاذ كويس عندك شويه علم كويسين، بيبداوا يجيبوك تتكلم، فشويه بتدفع وبعدين شويه بيدفع لك. بعدين الوركشوبس بقى ميزتها الاساسيه الا ان على عكس المؤتمرات انها بتربط كونتنت علمي محترم بارض الواقع. طيب دي شويه صور من الحاجات اللي عملناها. كميه التجارب كانت رهيبه، اشتغلنا في كلاسز. انا هقول لكم انا كايه استفدت ايه. واحد، انا عرفت ان الكونتريبيوشن بتاعي في الدكتوراه شغال، فدي كانت حاجه كويسه جدا، كان عندي مشاكل ان اطبقه في مصر يعني. واثنين، اشتغلت مع ناس بجنسيات مختلفه. ثلاثة، انت بتعرف طبايع مختلفة تماما عن الناس. أربعة، الصين ولا فيها ولا فيسبوك ولا واتساب ولا بيتكلموا انجليزي. المضيفة بتاعت الطيارة ما كانتش بتتكلم انجليزي. دي كانت اول مرة سافر رحلة اللي هي بنعدي فيها على ضلمة نور دي، يعني ابقى بكلمكم في حتة يعني اضاءة مختلفة. اللي عرفته بعد كده انها كانت مهمه جدا، وان ما فهمت بقى وان اكسبرت وست على مستوى العالم. طبعا ما كنتش عارفه الكلام ده، انا كنت بقدم من باب انها فعلا في موضوع دراستي وفعلا في موضوع شغلي. الناس دي بتدور على ايه؟ الناس دي بتدور على كذا حاجه. اول حاجه ما ينفعش تبقى رايح تستفيد بس. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو رايح، لو حضرتك شخص انتهازي، هو هيجيبك ليه؟
هو عايز ان حد ياخد ويدي. هو كده كده عنده فن. وارد ان في بعض الحاجات تكون تبقى محتاج ان يكون معك شويه فلوس لان هم هيرجعوا لك انت بتدفع وبعدين دي رجعوا لنا الفلوس، فممكن يعني تبقى بتعين شويه كده على جنب. ثلاثة اخلاص النية. شوية الصور الكتير اللي ورا بعضها دي، دول احنا كنا اربعة تيمز بقى، ودول خبرة ودول ناس من بلاد مختلفة تماما، وفيهم ناس من الصين وكذا وكذا. في الاخر اسامينا جت في الجورنان في الصين وطلعت حاجة كويسة. ويمكن ما كانتش يعني مش كل الوركشوبس الواحد راحها كانت احسن حاجة في الدنيا، بس دايما هتلاقي حاجة تكسبها، ودايما لازم يكون عندك حاجة تديها، لانك لو ما عندكش حاجة تديها مش تقدر تكسب. بس يعني انا على البروفيشنال ليفل زي ما بقول لكم تحولت من ناشونال اكسبرت في لحظه لانترناشونال اكسبرت، وليس لي لا حول ولا قوه في ده الا اخلاص النيه وطلب العلم، يعني ربنا يديمه نعمه ويجعله خالص لوجهه. تاني حاجه بيرسونال اكسبيرينس بتاعت ان انا واتوه في المطار والطياره تتاخر والمضيفه ما بتتكلمش انجليزي، انت متخيل لما المضيف يعني المضيفه ما بتتكلمش انجليزي هيبقى بيعملوا ايه تاني؟ يعني مين هيبقى بيتكلم؟ طيب academic experience زي ما قلت لكم، حط دايما اهداف، ما تخليش الهدف اللي انت رايح له هو لا هو ان انا رايح اخرج بس. طبعا ده هدف مهم جدا على فكره، يعني exploring the city is حاجه من مذاكرتنا، دي حاجه دايما بنقولها للطلبه كبار وصغيرين ولسه اساتذتنا بيقولوها. personal level اكتشف حاجه جديده في كل مره، يعني روح اتفرج. على personal level خليك داعيه، مش هقول لك لدينك ولا لكذا خالص، خليك داعيه لبلدك. انت في الاخر لو انت واحد من عدد من الناس انت بتمثل، لا يعني الكلام ده مش كبير، ده حقيقي، انت فعلا سواء انت مشترك او مش مشترك، انت مدفوع لك ولا دافع، ولا جاي رايح تعلم ولا رايح تتعلم، في جميع الاحوال انت نموذج. وتسأل لما بتبقى نموذج كويس، بتسأل هو ايه ده، هو ليه كده. يعني academic experience زي ما بقول لكم انا استفدت كذا حاجه. انا كنت رايحه از اني امارس، طبعا انا قابلت مثلا جينز اليرت اللي هو كاتب الكتاب بتاع اليونيسف بتاع، طبعا انا اصلا لما كنت لقيت الراجل جاي مهتم يتكلم معايا، وانا اصلا يعني يونيسف ما بتكتبش مين الكاتب، فانا مش عارفه مين ده. من لما اكتشفت مين ده اللي هو يا نهار ابيض، انا كنت احلم في حياتي اني يعني اعرف هو مين، مش بس اقابله. فساعات الواحد يلاقي فرص، ساعتها بقى عملت كده شويه اعاده اولويات، استفدت. مش بس ما تستفدش بس اللي ديزايند بالوركشوب تيم، حط لنفسك بلان، انا رايح استفيد على كل الليفلز، على اربعه ليفلز لازم لازم تاخد بروفيشنال اكسبيرينس من اللي انت هتعمله ده، حتى لو انها تكون التعامل مع ناس مش لطيفه، يعني دي في حد ذاتها اكسبيرينس. لازم تكتشف حاجه جديده في نفسك. لو انت اكاديمي اهتم بالبعد الاكاديمي، ولو انت مش اكاديمي العلم بيفيد في كل الحالات. adventure وself expression دي حقيقه، انت بتتفرج وبتستمتع، ولما بتسافر لوحدك الموضوع بيبقى مختلف عن لما بتسافر مع حد من زمايلك عن لما بتسافر مع حد تاني. اخر حاجه عايزه اقولها لكم قبل ما وقت ينتهي، هو قدموا، ما تخافوش وما تحبطوش، واستمتعوا باللي انتوا بتعملوه كويس قوي. وارجوكم أرجوكوا شاركوا الناس المعلومة اللي عندكوا. اللي بيخبي المعلومات وبيخاف عليها ما بيوصلش الحاجة. لو ما كانش حد قال لي ما كنتش عارف أروح، ولو ما كنتش أنا بقول لحد كان يمكن حد غيري ما يعرفش السايكل دي تلف. العلم زي الخير دايرة وبتلف. أنا متشكرة جدا 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 لاستضافتي النهاردة، وشكرة جدا استماعكم، وشكرة جدا لكل زمايلي. شكرا باشمهندسة آية، كتر خيرك. يعني عايزة أقول إيه، البركة بالشباب جميع المتحدثين، من أول دكتورة دعاء، يعني أفدتونا جدا، ربنا يكرمكم. عايزة أقول حاجتين دلوقتي. أول حاجة إن شاء الله هيبقى فيه شهادات للحضور، هننزل اللينك في الشات علشان وإحنا بناخد الأسئلة وبنعمل الديسكشن ممكن حضراتكم تسجلوا علشان ان شاء الله تاخدوا شهادات الاتندنس لكل الناس اللي كانوا معانا في الايفنت. هستأذن حضراتكم اللي ليه اي مداخله يعمل بس ريز هاند ونفتح له الكلمه. اي تعليق اي سؤال بعد اذن حضرتك يا دكتور، بس قولي للناس ازاي يعملوا ريز هاند لان في ناس مش عارفه. طيب اتفضل حضرتك قولي يا دكتوره.
اللي شغال من الكمبيوتر هيلاقي عنده جنب الكاميرا كده يعني في الجنب اللي فيه الاسماء كده raise hand invite و mute me و raise hand في الجزء اللي فيه الاسماء بتاعت الناس يا جماعه. تمام؟ في حد مش واضح له كله يعني الجزء اللي احنا ظاهرين فيه قدامك على اليمين هتلاقي فيه raise hand. تمام؟ تمام. ده في ناس في ناس اكتشفت وكله رفع ايده. هسيب لحضرتك بقى المايك. اتفضلي يا فندم. شكرا يا دكتور احمد. طيب معلش انا طبعا لسه بشوف ممكن حد يكون رفع ايده قبل حد، بس ممكن الترتيب اللي انا هقوله نبدا بدكتور صحر كده. هو من اول دكتور صحر بالترتيب يا دكتور. اتفضل دكتور صحر. اتفضلي يا دكتور صحر. السلام عليكم. يا ريت بس حضرتك تعرفينا بنفسك ونتشرف بحضرتك. كل حد عايز يعرف نفسه الدكتور سحر محسن. اتفضلي حضرتك. اوكي. انا اسمي دكتوره سحر، هندسه بني شريف، دكتوره تخطيط ومسؤوله لجنه التعلم غير الرسمي او غير النظامي او الانفورمال ليرنينج. وبالتالي الموضوعات اللي انا شايفاها دي الحقيقه انا يعني عامله زي اللي بسمع موسيقى فاجي على هواي جدا جدا جدا. يعني هو زي ما الحقيقه انا قاري الحقيقه وعامله بحث كبير في الانفورمال ليرنينج، وفعلا زي ما دكتوره دعاء ومهندس اسلام ومهندسه فاطمه وغيره قالوا كل فوائد دي، وفي فوائد كتيره جدا من الوركشوب والمسابقات والانشطه غير الرسميه. وبالتالي هي فائدتها رهيبه، يعني هي فعلا دي محتاجه وركشوب ممكن نعملها لوحدها لشرح الاكتيفيتي والاهداف وازاي ننظمها وزي نطلع بيها بفوائد كتيره. بس انا حابه ان انا من خلال دكتوره ريهام اولا معايا هنا رئيسه القسم، يعني انا وهي الحمد لله معاكم، فانا بدعوكم جميعا للتواصل بحيث ان احنا نعمل شير نوليدج وشير اكسبيرينس لتطوير التعليم المعماري في مصر. الحقيقه هو على بالنسبه للولاد هي فوائدها لا تحصى، بس بالنسبه للاقسام فوائدها كمان لا تحصى. ابسطها ان هي بتاهلنا للاعتماد الاكاديمي. ايه ده ازاي احنا كلنا كده زي ما بنعمل شيرن النوليدج للولاد، احنا كاقسام احنا موارد بشريه فبنعمل سمشن بتاع كل البروفيشنال اكسبيرينس بتاعتنا والنوليدج اكسبيرينس وبنحطها في الوركشوب دي او في الاكتيفيتيز دي، وبالتالي بنساعد كتير جدا الناس اللي هي او الاقسام المشاركه في الارتقاء بالتحقيق بتاع نواتج التعلم عندها. فالحقيقة أنا بدعو من خلال الدكتورة زينب إن إحنا كلنا يبقى في تواصل بيننا ونشترك مع معمارة بني سويف وام اس اي وبنها وكفر الشيخ واتيفر، ونعمل اكتيفيتيز منظمة على مدار السنة الدراسية. شرفت وأشكركم جدا جدا. شكرا دكتورة صح. باي باي. دكتور جمال عبد الحليم. تمام. دكتور احمد هارون ممكن لغايه ما دكتور جمال يقدر يتواصل معانا. انا طبعا. السلام عليكم. دكتور جمال اتفضل يا فندم. ايوه اتفضل يا دكتور. معلش نتعرف بحضرتك. جمال عبد الحليم خالد، 24 سنه، خريج هندسه النهضه بني سويف محافظه المنيا. اتفضل يا فندم. تمام كده سامعني ولا؟ ايوه يا فندم سامعين حضرتك. اتفضل. وانا بصراحه كنت بقلب كده يعني على فيلد حضراتكم فقلت اشارك معاكم في الجروب بصراحه في الايفنت ده. كويس الله يخليك. ليه سؤال معين يا باشمهندس جمال؟ لا ماليش. تمام كتر خيرك نورتنا. الله يخليك يا دكتور. كتر خيرك. دكتور احمد هارون اتفضل يا فندم. هو والله انا ليا اسئله كتير، فبس عشان الوقت هسأل سؤال ولو عندي وقت تاني هسأل. ممكن نبقى نعمل لحضرتك مداخلة أخرى. بعد إذن حضرتك. تمام. أنا السؤال الأولاني للبشمهندسة آية، هل حضرتك تنصحي الطلبة اللي في الأندر جراد يطلعوا انترناشونال ورك شوب، وهل في انترناشونال ورك شوب ممولة للأندر جراد ولا لأ؟ إحنا
احنا بنجاوب في الاخر ولا دلوقتي يا دكتور؟ لا على طول على طول يا باشمهندسه ايه اتفضلي. طيب انصح انصح طبعا جدا جدا جدا. ليه؟ يعني وانا طالبه ولحد النهار حاطه لنفسي هدفين، كل سنه في بحث علمي بيتنشر او بتعلم حاجه جديده، يعني لو انا اندرجراد سامر سامر تريننج وات ايفر، وورك شوب فيها سكيلز مختلفه عن فكره اني قاعده ورا المكتب او ورا الجهاز والاوتوكاد. سافر وتعرف وتعلم، ومن غير ما تسافر اي حاجه تلاقيها قدامك قدم فيها، صدقني والله 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 مشروع التخرج وتقديرك العام بيفرق في اول شغلانه، بعد كده بيبدا تربي سمعه زي ما بيقولوا، وتبدا يتعرف هو انت شاطر في ايه. والحقيقه ان انا افتكر ان في واحده من الوظائف اللي قدمت فيها اتقال لي ايه ده هو انت عملتي كل ده امتى؟ هو ده كان شغال مع الدراسه، وانا ما اعرفش يعني ايه حد بيذاكر بس. انا طول عمري يعني الله يبارك لها امي يا رب ويديها الصحه، انا طول عمري ما اعرفش يعني ايه حد بيذاكر بس. حضرتك قررت تدرس عماره او تخطيط عمراني تحديدا، لو يعني حتى لو ما اتكلمناش عن بقيه المجالات، فحضرتك لازم تتعامل مع الناس لانك لازم تعرف تقراهم، دول الكلاينتس بتوعك. حضرتك لازم تتعلم تشوف حاجات الانترناشونال، لان حضرتك عندك زي ما بقول لكم كده احنا عملنا ورك شوبس من الوراق للصين، ف شغاله ودي شغاله. ازاي اقدمه؟ في فاندز كتير قوي قوي. مبدئيا انترناشونالي في مصر في دي ادي اللي هي هيئه المعونه الالمانيه، او يعني هيئه مركز القافي الالماني، ده هو اسمه دي اي يعني دي اي اي دي، بينظم ورك شوبس انترناشونال وبتروح ببلاش وبيغدوك وبيدوك شهادات. اي سي كذلك بتعمل حاجات، في اماكن تانية كتير بتعمل حاجات بمقابل ساعات رمزي وساعات غالي شويه. كل المؤسسات الدوليه او معظم الجامعات حتى انت تقدر تقدم، وبعدين بتبعت لهم، انت بتبعت الابلكيشن بتتقبل. حاجه مهمه كمان، يعني انا اسفه لو ما كانتش في سياق الموضوع، بس انت وانت بتعمل الابلكيشن لازم تكون ذكي كفايه انك بتدي الناس دي حاجه، انت بتقول لهم انت عايز تروح ليه، بتقول لهم هم هيستفيدوا منك ايه، يعني اشمعنى انت اللي هيختاروك لو هيدفعوا لك تحديدا. فمحتاج وانت بتقدم تكون شاطر، عارف تسوق نفسك كويس، فيعني اختصارا للوقت، قدم كتير لو انت اندر جراد، وقدم كتير لو انت بوست جراد. وانا اخترت الورك شوب دي تحديدا، يعني ربنا من عليا بان احنا رحنا حاجات في المانيا وحاجات في السعوديه وحاجات في لبنان وحاجات في دول تانية، بس فعلا دي كانت اللي فرق فيها، انها مش عشان انا اكاديميه، الباقيين كلهم رحتهم عشان انا وذن ذا اكاديميا، نكون صراحه مع بعض. انما دي كانت اول مره اتعرف اصلا على فكره ان ممكن يكون في حاجه مهمه جدا كده، وفي تبع مؤسسه مهمه. هم مش بيدوك يعني، هم بيعملوا ايه يا جماعه؟ هو انت بالنسبه له بروفيشنالي انت شاب لحد 36 سنه واي تي تي، في بروجرامز ثانيه للناس اللي سنها اكبر شويه. هم بيعمل ايه؟ هو بيجيبك، هو بيستغل خبرتك وعكيت صح، هو بيستغل خبرتك مين يا شباب؟ شفت انا شفت ضحكتين حلوين، عرفت ان عرفت طيب. هو بيعمل ايه؟ هو بدل ما يروح يجيب حد هيديله فلوس كتير، هو بيجيب احسن ناس في المجال ده في الميد كارير. انت عايز ايه وانت لسه سنك في الوقت ده؟ عايز تسافر، عايز تتفرج، محتاج فلوس قليله، فهو بيجيبك يدفع لك حق الاقامه ويديك باكيت ماني وياكلك ويشربك ويهرسك شغل. يعني انت هتشتغل كتير جدا، انت هتعرف يعني، ما حدش بيهزر، ما حدش بيديك فلوس فور ناثينج، ده ما بيحصلش في الدنيا كلها. ف يعني لما كده قدم، بغض النظر انت ايه موقعك فين دلوقتي، قدم مش هتخسر اي حاجه. ابسط حاجه لما هتترفض هتعرف انت اترفضت ليه، وما تاخدهاش بيرسونلي، وكلنا بنزعل لما بنترفض عادي جدا، بس يعني هتنبسط. انا قدمت في مثلا 15 20 ورك شوب، وحق جلال الله يجي ايه انت على انت هايله، السي في يجنن، البورتفوليو فظيع، بس انت بقى اول حد على الويتنج ليست. طب شكرا، هيبقى لحد انا بكلمك بالظبط. انا قريت مرتين ان انت اكسبتد مش على الويتنج ليست. شكرا يا دكتور، اتمنى اكون رديت يا دكتور. طب هو في حد كان بيطلب ان لو احنا عندنا مواقع لورش عمل او مسابقات عالميه ممكن ننصحوا بيها؟ طبعا هو يعني
احنا حاليا طبعا في حاجات كتير هتلاقوها متوقفه طبعا نتيجه موضوع الكورونا، يعني بالذات ورش العمل صعب طبعا ان احنا نسافر بره، بس جوه مصر يعني احنا ممكن في الكومنت اللي هيتعمل على البوست بتاع الفيسبوك اطلب من حضراتكم سواء في الشات دلوقتي او على الفيسبوك بعد كده ككومنت على الفيديو نحط اي مواقع او نعمل بوست كده نحط فيه مواقع اللي ممكن تساعد الناس لو عايزين يشتركوا في ورش عمل او في مسابقات عمل. تمام؟ طيب معانا شيماء، انا بقول من غير القاب لاني مش عارفه، فلو كده هي تتشرف تعرفنا بنفسها. شيماء كانت رافعه ايديها. طيب كان في دكتور ابراهيم عطيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل حضرتك يا دكتور. انا دكتور ابراهيم عطيه، دكتور في جامعة الزقازيق وحاليا في السعودية، استشاري مشاريع استراتيجية وتخصصي بعيد عن مجالكم أساسا، أنا تخصصي كهرباء بس طبعا بحكم شغلي مع المشاريع الميجا بروجكت والاستراتيجية نفسها البديل ومانجمنت مع كل التخصصات وكل تخصصات الهندسة اوريدي يعني كوردينيشن فور كوردينيشن مع بعضها. بس أنا ليا تعقيب على الأستاذة والدكتورة الأخيرة اللي هي كانت بتتكلم من بني سويف أو مش فاكر من جامعة إيه، إن العمارة في مصر شبه ضعيفة. لا العمارة في مصر قوية جدا، مهندسين العمارة وتخصص العمارة من أفضل مهندسين العمارة في العالم على فكرة، بحكم شغلي أنا في السعودية وفي الخليج العربي وفي أوروبا وأمريكا كل ده أنا سافرت فيه واشتغلت فيه، من أفضل الناس المعماريين بغض النظر أن كل دولة فيها واحد ولا اثنين، لا أكتر ناس مهندسين معماريين في مصر. تمام. أنا طبعا يعني أنا ليا تعقيب، ولو حد تاني مش مهندسة آية أو هو اللي أنا من متابعتي للإيفنت هو اللي كانت قال، لو لحضرتك ده اللي تقصده يعني إن التعليم المعماري اللي هو داخل إطار الكلية اللي هو التقليدي ممكن ما بيكسبناش كل المهارات اللي المعماري، يعني الوركشوبس بتكمل المهارات دي، مش مقصود بيها إن التعليم المعماري ضعيف، لا خالص، مقصود بيها إن إحنا كل ما بنكمل ده بالتعليم الموازي بقى والأنشطة زي الوركشوبس والمسابقات وغيره، وزي ما حضرتك كنت بتتكلم يعني كهرباء احنا في بعض الوركشوبس او المسابقات ما بيشتغلش فيها عمارة لوحدهم، بتشتغل فيها تخصصات مختلفة بنكمل بعض سواء الكتروميكانيكس مع عمارة او كهرباء مع عمارة او انفيرومنتال، يعني بيدخل بالعكس ده من احد المميزات بتاعت الورك شوبس كده. فطبعا لو حضرتك ليك سؤال لحد تحديدا يعني قال كده هو ممكن يرد طبعا على حضرتك، بس انا بس يعني حابب يعني ادي اولا يعني كلام حضرتك ممتاز من ناحيه الورك شوبس الموجوده والناس الريدي الطلبة سواء أولاً في أي جريد في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع قبل التخصص بتاعهم بيبتدوا يحتكوا بالعمل، زي ما الدكتورة أو المهندسة الأخيرة اللي كلمت من شوية إن ما شاء الله عليها ما كانتش بتذاكر بس وكانت بتشتغل والكلام ده كله، وده أنا بوجه بيه كل الشباب اللي بيشتغلوا، أنت دخلت مهندس، المهندس ده معناه إن أنت راجل بتفكر، إن أنت راجل بتبدع، إن أنت راجل بتحاول تشوف المشاكل وتحلها، مفيش حاجة في الدنيا مالهاش حل، اللي يقول مالهاش حل ده إنسان عقيم للأسف ما بيفكرش. انت راجل مهندس ده معناه في اي تخصص هندسي ان انت عندك مشكلة لها كونسبت معين هتقدر توجد لها حل وتبدع في حياتك وتبدع في شغلك، ولازم تكون مميز ومتميز، لابد مميز ومتميز مع بعض. تاني شيء ان 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 العمارة ما حدش فيها اتكلم، وديت بصف لكل الدكاترة وكل الاستاف اللي كان موجود عن العمارة البيئية بين الحاضر والمستقبل وعن العمارة المستدامة، انا ما شفتش حد يتكلم عنها وكنت حابب ان اي حد فيهم يرد عليا ايه دوركم بالنسبه للعماره المستدامه والابديت بتاعها في مجال شغلكم. تمام يا دكتور ابراهيم، كتر خيرك. دكتور عبد الحميد يحيى، دكتور عبد الحميد او باشمهندس عبد الحميد. مساء الخير دكتوره زينب. الكل اتفضل حضرتك. انا بشكر حضرتك وبشكر كل زملائنا، هو بس انا عبد الحميد يحيى مش دكتور، بشكر كل الزملاء. الله يبارك في حضرتك. انا كان عندي سؤالين، السؤال الاول سالوا صديقنا دكتور احمد هارون وجوت عليه الدكتوره ايه مشكوره. النقطه الثانيه اللي كنت عايز اني اتكلم فيها، حلو قوي ان احنا بنعمل وركشوبس كتيره وبنعمل ايفنتس كتيره، وحتى قبل موضوع كورونا كنا بنعمل حاجات كتيره في جامعات و في أماكن معمارية وحاجات زي كده.
بس كنا دايما بنسبة 95% الحضور والنشر الايفنت كان بيكون على مستوى الناس الخريجة، الناس اللي كانت بتحضر خريجين. احنا محتاجين نوصل للطلبة اللي بتدرس، احنا كمعماريين علينا مسؤولية هنتحاسب عليها قدام ربنا على الطلبة اللي بتدرس. مش شرط انا دكتور في جامعة ما يبقى الطلبة بتوعي بس هم اللي مسؤولين مني، لا، احنا خلاص مدام اتجهنا للعمل العام يبقى كل طالب دخل قسم عمارة في مصر كلها او اي طالب بيوصل لنا عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق ايا كانت الطريقة له مسؤولية احنا مسؤولين عليه او مسؤولين عنه قدام ربنا. اي حد فينا، احنا مشكورين كل الناس اللي حاضرة، يعني ما شاء الله بيقولوا معلومات للناس تستفيد منها وبينشروا علمهم وده حاجة يشكروا عليها، لكن برضو بقالي سنين بتكلم يا جماعة احنا مقصرين في حق الطلبة اللي في الجامعات، لازم يكون في تواصل بطريقة ما، يعني نحاول نحددها ونوصل لها. الطالب اللي متخرج لازم يبقى خارج عارف يعني ايه ذوق عمل، عارف يعني ايه اشتغل، عارف يعني ايه انتماء لهويته المعمارية. النهاردة بتسألي طلبة متخرجين ومش عارف يعني ايه الحضارة المصرية ولا يعني ايه العمارة الاسلامية ولا حاجات كتير جدا. فانا شايف ان احنا محتاجين نركز شوية على موضوع الطلبة اللي بتدرس، يعني مش عارف هتكون ازاي بس اعتقد ان ليها حلول، ممكن طبعا في وقت عشان وقت الناس وغيري يتكلم نقدر نتكلم فيها في وقت تاني. ومشكور جدا، ويعني انا بشكركم جدا على الايفنت الجميل ده وشكرا للكل. ربنا يكرمك يا باشمهندس عبد الحميد. طيب انا هقول رد وهفتح برضو، يعني انا مش عايزة ابقى انا برد على طول، هفتح السبيكرز هم يردوا، بس هقول كومنت واحد. انا في رأيي ان هي ثقافة، احنا كان عندنا شوية تخوفات من فكرة، ويمكن باشمهندسة آية مشهورة كانت بتتكلم في القصة دي، ان الثقافة دي اللي هي فيها شوية تخوفات عند الطالب بتاع مورا، انه ممكن يطلب مني فلوس كتير، انه ممكن يبقى عندي شغل كتير وانا اصلا مش ملاحق على تسليمات الجامعة عندي، انه كل الكلام ده، فممكن احيانا يكون بيعطل شوية الطالب او ما بيحفزوش انه يشترك. انا من شغلي، ويمكن دكتور احمد يعني يأكد على الكلام ده، من الوركشوبس اللي احنا نظمناها كان معانا نسبة لا بأس بها من طلبة العمارة الحمد لله، لدرجة ان احنا ساعات كان بيطلب مننا لما بنعمل مواعيد وركشوبس في وقت الدراسة او مش ويك اند او كده، كان بيطلب مننا طب ممكن نغير المعاد علشان نقدر نحضر. فيعني عايزة ابشرك انه الحمد لله ان الثقافة دي شوية بدأت تبقى موجودة، ودي يمكن برضو جات منين؟ جات من ان لما بناجي نلاقي حد من زمايلنا راح ورشوب ورجع قال لنا انا استفدت في كذا او عملت كذا، فبنبدأ الثقافة اللي هي بتتنقل ما بين الافراد. يعني برضو لو حد من السبيكرز المتحدثين الافاضل اللي كانوا معانا يحب يكمل على ده، بس طبعا وجهة نظرك انا اتفق معاها انه اهم حد في الدايرة دي هو طالب، لان كل ما بنبدأ في الايفنتس دي سواء وركشوبس او مسابقات او كل ما بنبدا فيها بدري كل ما بتاثر على المعماري عموما ومستوى المعماري. حد من المتحدثين يحب يعرف؟ انا عايزه بس ارد، هو بصراحه هي زي ما قالت دكتور زينب، هي ثقافه فعلا، ان انا كطالب ابقى متر يعني من ساعه ما دخلت الكليه وانا متعود ان انا قربي المايك شويه فقط، حياتي مش واقفة لحد ما بخلص الخمس سنين وبعد كده ان شاء الله هبقى بقى اسافر والف الدنيا واروح الوركشوبس والجو ده. انا كنت عايزة اقول ان انا كنت محظوظة بصراحة ان انا كان عندي تيم ودكاترة، يعني هو في الاول ما كانش فيه ثقافة خالص، لدرجة ان احنا لما جينا ندخل مسابقة اتعلنت كان فيه يعني ناس كتير قوي وقفت خشينا انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ فيعني هي كانت بالنسبه لنا بقى خدناها تحدي، كسبنا اول مره مثلا في مسابقه بقينا بقى ايه لا احنا هنحضر، لقينا ناس كتير قوي جنبنا. ده اللي انا بحاول اعمله مع الطلبه بتوعي، لان انا حاسه بمسؤوليه ناحيتهم، يا جماعه انا كنت طالبه وبعمل كذا، مش بتفاخر عليكم ولا حاجه، بس ده هيديكوا اكسبيرينس كبيره لما تتخرجوا، هتلاقوا مكان ليكوا في سوق العمل، لان سوق العمل دلوقتي بقى فيه وفره كبيره من المهندسين، فهو محتاج يعني يعرف ان يلاقي عندك حاجه مختلفه او حاجه كويسه
بحيث ان هو يبدا يديك اولويه عن حد تاني. فهي ثقافه وهي دور كمان التيتشرز او دور الدكاتره دور الناس اللي هم قائمين على العمليه التعليميه ان هم يبداوا يروجوا للموضوع ده، يبداوا ان هم يقولوا لا يزقوا يعني مجرد ما الطلبه هياخدوا الخطوه الاولى زي ما دكتور زينب قالت حد واحد بس يروح وركشوب ويرجع يقول لا يا جماعه انا تمام واستفدت والدنيا زي الفل، هيبدا الباقي ان هو يتجرأ ويبدا ان هو ياخد خطوه. فشكرا جدا ان انت حضرتك نويت على الموضوع ده، لان فعلا انا بقالي بس سنه بدرس يعني اتكلمت في الموضوع ده اكتر ما بدرس اساسا. شكرا دكتوره فاطمه. حد من الافاضل المتحدثين يحب يعقب يا جماعه؟ انا بس عندي حاجتين عايزه اقولهم. اول حاجه انا فاكره كويس قوي وانا في ثالثه عماره اول مره جربت اكتب بيبر، كنا بندي كرياتيفيتي سيشنز يعني في ستودنت اكتيفيتي، ومفروض ان انا قلت انا عايز اشوف طالب العماره بيتاثر بيها قد ايه، يعني بحسها صغنونه. فانا فاكره كويس قوي ان ساعتها في دكتور قال، دكتور يعني عظيم، قال لا مفيش حاجه اسمها كده اصلا، يعني ما كنتش اعرف طبعا ساعتها ان في حاجه اسمها بيبرز ونشر. وانا فاكره كويس برضو ان انا ومجموعه العمل بتاعتي ما جربنا مره ندخل مسابقه، ما تقلنا وكنا بنبقى داخلين من الجامعات، ودايما هتلاقوا اللهم بارك يعني انا هندسه القاهره طبعا يعني العاشقه والمدمنه، هتلاقي ما شاء الله مثلا عماره المنصوره دايما يكسبوا، لان عماره المنصوره فيما عرفناه ان اللي بيخش مسابقه بيبقى هو ده مشروع الديزاين بتاعه. ف يعني لو معانا دكاتره كتير احب اشجع الفكره دي جدا. بس هو الدنيا بتلف يعني بتتعلم. في مقابل كان في اساتذه كبار لما بيلاقونا عاملين حاجه كويسه بيسقفوا لنا وبيقولوا لنا برافو. وانا فاكره كويس قوي الناس من اساتذتي على راسهم الجميل العظيم دكتور سيد التوني ودكتور نسمات واستاذتي العظيمه دكتوره سحر عطيه، لما كنا واحنا في ثانيه عماره يقول لك ايه دي هتبقى بتعمل كذا، هارون ده هيبقى بيعمل كذا، عمرو الحسيني ده هيبقى مش عارفه ايه. ففي ناس يعني خلي لينا اثر بس في المقابل لو اتهاجمت اعرف ان في الاخر اللي بيهاجمك ده هو شخص وانت شخص له كل المزايا والحاجات اللي فوق دماغنا، بس ما توقفش حتى لو اتخضيت كمل. تمام. دكتور عاصم التركي. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الفل يا دكتور عاصم، حضرتك منورنا. ازي حضرتك يا دكتوره زينب؟ انا من جامعه المنوفيه وحضرتك شرفتينا قبل كده ونورتينا، نتمنى الموضوع يتكرر تاني. مساء الخير دكتور هارون، سعيد جدا بتواصل معاك باستمرار ان شاء الله، سعيد جدا بيكم جميعا وبكل الكلمات اللي قالت النهارده ودكتوره ايه شويه طاقه ايجابيه كتير شويه، جميعكم بصراحه كلمات جيده جدا. الموضوع انا شايفه متعلق جدا جدا بموضوع فايده التعليم التقليدي او قدره التعليم التقليدي في العماره على مواصلة العمل بنفس الوتيرة في الفترة القادمة. الظروف اللي احنا فيها اثبتت ان التعليم التقليدي وحده لا يكفي. التعليم التقليدي، التعليم اللي احنا متعودين عليه من الاستاذ الى الطالب بشكل مباشر داخل استوديو العمل او جوه قاعة الرسم او جوه قاعة المحاضرات، اصبح النهاردة مش ممكن. انا مفتقده جدا، لكن اصبح مش ممكن. وعشان هو مش متاح لازم هنكمل بوسائل اخرى. يمكن دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي او التواصل العلمي زي البرنامج الجميل اللي احنا مجتمعين عليه ده ادت الجزء النظري حقه وزياده، وبنقدر نوصل منها خبره بسيطه. هو الصوت بيقطع شويه دكتور عاصم. طيب احنا ممكن لغايه ما دكتور عاصم يرجع لنا ممكن نشوف دكتور اسامه العزيزي. اسامه العزيزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسامه العزيزي. ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك وتحيه لحضرتك وكل المهندسين اللي شرفونا بالكلمه النهارده. أنا أسامة العزيزي هندسة المنصورية دفعة 2016 قسم مدني
ستراكشر بيم انجينير وستيل ديتيلينج انجينير في شركه اي سي ستيل. كنت بس اول نقطه كنت عايز اتكلم فيها بالنسبه للاستاذ المهندسين اللي سافروا بره وتعاملوا مع ثقافات تانية ولغات تانية، ويمكن الدول اللي حضرتك سافرتوا فيها كانوا متمسكين بان هم يتعاملوا بالثقافه بتاعتهم وباللغه بتاعتهم، فحضراتكم اتعاملتوا ازاي مع النقطه دي؟ النقطه الثانيه، اتمنى لو في وركشوب قريبه ممكن حضراتكم تعملوها تتكلموا عن استخدام تكنولوجيا العماره وعلاقتها بالعمارة الخضراء والسستينابيلتي وعلاقتها برضو بتكنولوجيا البيم. بس وشكرا. شكرا يا باشمهندس أسامة. حد يعني ممكن باشمهندس إسلام أو باشمهندس يحيى أو حد من أو الدكتورة دعاء حد يرد على الجزئية دي؟ يعني أنا ممكن أتكلم على الجزئية دي، إن هو أكيد طبعا كل دولة أو كل بلد كانت تتمسك جدا بثقافتها واللغة بتاعتها وكل حاجة، بس برضو بيبقى فيه تقدير واحترام جدا للناس اللي جاية، ان دايما كنا بنشتغل في اللانجوج اللي هي انترناشنال لانجوج اللي هي الانجليش، فكلنا كنا بنتواصل ب لانجوج الانجليش عادي خالص. التواصل كان الناس كلها كانت بترحب جدا بينا، بتحاول ان احنا نتعرف على بعضينا وفي نفس الوقت برضو نوسع النولج بتاعتنا ونحاول ان احنا ننشر النولج بتاعتنا على قد ما نقدر. مش بس كده، هما كمان كانوا بيحاولوا ان هما كمان يعني يحاولوا يعرفونا على البلد بتاعتهم، يعني الموضوع ما كانش مقتصر فقط على العمارة او على هدف الوركشوب بس، لا كمان هما كانوا بيحاولوا ان هما يطلعونا برا الوركشوب، بيحاولوا يعرفونا اكتر عن الثقافة وعن البلد، وكان الموضوع عبارة عن اكتر من هو عمل او وركشوب، عبارة عن just have fun. يعني انت بتحاول، انت بتسافر وبتتعرف على ثقافات جديدة وبتطلع بره المود اللي هو دايما شغل شغل، فالموضوع برضو له علاقة شوية بالتوازن بين الشغل والعمل وفي نفس الوقت برضو ما بين الراحة النفسية. يعني طبعا كل الدول بترحب جدا بأي حد بيحاول ان هو شير معاها نوليدج، ده حاجه طبعا كويسه للناس كلها. فزي ما احنا اي حد بيجي لنا برده بنحاول ان احنا نكون نظهر بصوره كويسه، هم برده نفس الكلام برده بيعملوا كده. انا عندي تعليق برده في حته جزئيه التعامل مع اللغات وجزئيه الثقافات. انت كشخص برده زائر لمكان خارج يعني بيئتك، انت مفروض يعني اهم حاجه ان انت تشور ريسبكت للشعب ده، انت لازم تكون قاري كويس عنه، لازم تكون مكون ايمج معينه في حاجات معينه. انت ممكن يعني قدرت تتواصل مع حد من اللوكلز ان انت تقدر تفهم ايه اللي ما يتعملش. يعني مثلا في جريس فهمت مثلا انت لو عملت الواحد كده مثلا، لو كانك بتسلم عليه ورفعت له راسك يعني حاجه عاديه جدا، او عملت له كده اللي هو ازيك، دي بتتفهم ان هي اوفندس قوي، يعني اوفندد قوي، يعني ان انت بتغلط فيه. ففي حاجات انت مفروض من نفسك ان انت بتحاول تفهمها وبتحاول ترسبكت، عشان وانس انت بتعمل كده هتلاقي اللي قدامك ده بيحاول يعمل اقصى استطاعته ان هو يساعدك. يعني انا فاكر انا في ناس كانت بتساعدني، انا ما كنتش فاهم هم بيساعدوني ليه، انا فعلا كنت ببقى تايه جدا يعني. فبس انا فهمته ان هو بيبقى تبادل احترام متبادل، وبيبقى هو بيبقى متخيل ان هو ممكن في نفس اللحظه ديت يبقى في يوم من الايام زائر عندك في بلدك، فانت هتتعامل معاه ازاي. فانت لازم بينشر وعي، بينشر حاجه جميله يعني. فالتعامل اسهل مما انت متخيل، بس هو الفكره ان هو بيتطلب دراسه شويه، دراسه عن العادات بتاعه المكان قبل ما انت تروح. انا دعاء، انا كنت بضيف حاجه، مش عايزه دعاء يا دكتور. بالنسبه لسؤال، خد بس اعلى شويه يا دكتور. بالنسبه لسؤال الباشمهندس اسامه، انا بس عايزه اقول له حاجه من التجارب الانسانيه دي. طبعا باكد على اللي قاله الباشمهندس اسلام والباشمهندس يحيى، انت ممكن ان انت تلاقي ناس انت ممكن تحس ان هم بعيد او مش حابين انهم يتكلموا معاك، او مثلا ده اللي حصل معانا في بعض الاوقات في ايطاليا، لكن اكتشلي هم ممكن يكونوا هم نفسهم محرجين من لغتهم فخايفين يتكلموا معاك لما تقدرش تفهمهم او احراجهم يزيد. لو انت لقوك مقبل عليهم وتحاول ان انت تتكلم معهم وتعرف عليهم، انت هتلاقي ناس فعلا في منتهى
الإنسانية والحب والود، بس هم خايفين من فكرة التعامل، وممكن تكون اللغة عندهم مش قد كده. تعامل باللغة اللي عندك وهم هيتعاملوا باللي في الآخر، كلنا بني أدمين هنعرف نتعامل مع بعض. ده مش معماريين أكتر الناس بتتفاهم بالضبط. بالنسبة للشق بقى المهني أو التقني، إحنا معماريين يعني أسهل حاجة عندنا إن إحنا نتعامل بالسكاتشز والرسم، فدايما هتلاقي لغة واحدة بتجمعكم انتوا الاثنين، فصدقني مش هتلاقي في مشاكل. تمام. طيب اسمحوا لي ناخد دكتورة شيماء عاشور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا دكتورة عاشور، مدرس بقسم العمارة في كينج ماريوت أكاديمي. وأولاً طبعاً يعني صراحة شيء مشرف جداً، وعايزين مدة تانية مش بعناش منكم بصراحة. يمكن الجزء الأكاديمي بيبقى فيه التارجت البعض الطلابي، وده أتكلم عنه أساتذة كتير قبلي، فالمعلومة أو الفكر ده يوصل للطالب إزاي؟ فهل ممكن إحنا نقدر نجمع المستوى والمحتوى اللي كلمنا زي اللي كلمنا في موضوع المسابقات والوركشوبس ديت، ونقدر نوثقها بحيث إن إحنا نوصل لآلية نظرها مثلاً في صورة زي مجلة أو بصورة معينة، علشان الطالب يقدر يستفيد ويقدر بعد كده يعني يبدع، يبقى فيه كرياتيف بقى كرياتيف نوع من الحس للطلاب، يعني النوتس اللي باشمهندسين والدكاترة وصلوها لنا دي مهمة جدا، ان الطالب لو هو ابتدى يشتغل عليها ممكن يبقى هو يعطي اكتر بكتير جدا من اللي احنا متوقعينه كمان. فدي نقطة، بس هي نقطة التوثيق للمسابقات أو الوركشوب ديت بطريقة ما، بحيث إن الخبرات دي والمعلومات دي كلها ما تضيعش، لأن ما فيش وسيلة، ما فيش دوكمنتس معانا للفكر دوت. بس شكرا. أشكرك يا دكتور. هو يمكن كان أحد التعقيب اللي كان في المسابقات فكرة إزاي نستفيد من المسابقات، إن إحنا نبدأ نعرض الميثودولوجي بتاع المسابقة واللي وصلنا له في صورة بحث علمي أو كده. دي كانت أحد الحاجات. كذا حد من المتحدثين النهاردة كان العرض بتاعهم من خلال، أنا فاكرة باشمهندس يحيى لما جه يعرض عرض لنا اللي طلع من الوركشوب والبرودكت بتاع ده، وأعتقد فعلا هي موضوع التوثيق بتاع الشغل. وبرضو باشمهندسة آية وباشمهندس إسلام ودكتور دعاء وباشمهندسة فاطمة، يعني فكرة التوثيق بتاع الإكسبيرينس نفسها بيبقى مهم جدا، علشان نقدر نتناقل الخبرات اللي احنا بنكتسبها من ده. ممكن ناخد نورة مصطفى. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ السلام ورحمة الله وبركاته. بجد ميرسي قوي على المحاضره الكويسه قوي دي، انبسطت قوي اني سمعت حضرتك وكل الستاف وكل الناس. ميرسي يا دكتور، مساك طيب. عرفي نفسك. انا نورا مصطفى، مهندسه معماريه بشتغل معهد الجيزه العالي، مدرس مساعد وبدرس دكتوراه في جامعه القاهره. انا عندي نقطتين عايزه اتكلم فيهم. نقطه ان الوركشوب دي حاجه مهمه جدا للطلبه والمهندسين المعماريين قبل التخرج وبعد التخرج، بس انا كنت شايفه ان ساعات في مهندسين بيبقى حظهم كويس ان ممكن في دكاتره يتوسموا فيهم خيرا، فيبتدي يكون هم بيشتغلوا في مشاريع معينه فياخدوهم يتدربوا معاهم او يخلوهم يشتغلوا بطريقه او اخرى وهم طلبه، فتخديهم اكسبيرينس مختلفه فتساعدهم ان هم يبقى فكرهم وطريقتهم في الشغل بعد كده مختلفة. فكنت شايفة ان المفروض يعني دي ما تبقاش مقتصة على طلبة معينة. ليه ما يبقاش احنا مفروض بقى فيه تدريب اخر كل سنة؟ ليه ما يتبصش ليه بصورة مختلفة ان هو بس الطالب يجيب لنا شهادة او يروح يتدرب في شركة معينة؟ طب ليه ما يبقاش فيه وركشوب مختلفة متخصصة اكتر هي اللي تساعده ان هو الفكر بتاعه يبقى محدد، وهو يبقى شايف عايز يبقى هل هو يبقى متخصص عمراني، هل يبقى متخصص معماريا، هل يعني يبقى متخصص في التخصصات بتاعتنا المختلفة، وتساعده كمان ان هو يحتك بالمجتمع اكتر بجوار المشاريع المعمارية اللي احنا بناخدها المختلفة،
دي كنت شايفاها اكتر بدل ما احنا بننزلهم في شركات. الشركات دي هي سوري انا اسفه سوري ولا يهمك عادي جدا ده الوضع الطبيعي. هو فكره هايله الحقيقه ان احنا ازاي ندخل الورك شوبس جزء من دراسه الطالب انه يبقى جزء من التدريب الصيفي. انا شايفه انه مقترح هايل من دكتوره ريهام الدسوقي. اتفضلي يا دكتوره. السلام عليكم. يعني مش عارفه اشكركم ازاي على السيشن بتاعته المره دي والمره اللي فاتت. كلكم اصدقاء اعزائي منورانا. ربنا يخليك يا حبيبتي. وانا بس كنت عاوزه اقول حاجه بس وكنت يعني الريحه بتجيبيه دلوقتي معانا بس انا اعتقد الطلبه كلها مشغوله بالمشاريع البحثيه. بس عاوزه يعني اكد على اهميه حاجه. عمر ما كان التعليم الاكاديمي فقط هو الوسيلة الوحيدة علشان ان انا اطلع معماري كويس. يعني هو لازم الناس كلها تعرف سواء كان يعني الطلبة بالذات ان هو لازم هو بيعمل سكيلز لنفسه. ده مجرد الانترودكشنز هي اللي بيعرفها والسكيلز دي يعني بيتعلم منها حاجات علشان يعرف يعمل ريسيرش ويعرف يعمل يشترك في حاجات تانية تزود السكيلز بتاعته سواء كان على المستوى العملي سواء كان في جزء السوفتويرز سواء كان في جزء الوركشوبس. وهو حديثا ومع كورونا اعتقد ان الطلبة دلوقتي ما عادش عندهم حجة في النقطة دي. بقى في workshops كتير. بس أنا اللي كنت حابة أسأل فيه السبيكرز علشان الطلبة كلهم بيتخوفوا من موضوعين. موضوع الفاينانشال وموضوع إن هم إزاي بينسقوا وقتهم ما بين الworkshop وما بين دراستهم. وشكرا. تمام. شكرا. هو أنا عايزة بس أقول كومنت على موضوع يعني ما بين كده وما بين كده. هي بتبقى أولا يعني انا يعني كنت محظوظه بقول ان انا كان في اوقات ان المسابقات والوركشوبس كانت جزء من البروجكت بتاعتي او التسليمات بتاعتي في الكليه. وفي حاجات ثانيه كان عندي شغف او انا والتيم بتاعي كان يعني حفزنا ان احنا يبقى عندنا شغف ان احنا هنخلص لا احنا هنعمل. والواحد كل ما بيكون يعني هي ثقافه ويعني وتفكير. هو الواحد كل ما بيكون عنده حاجات كتير قوي بيعملها بيبقى متعود على كده. متعود ان هو يبقى مضغوط. متعود ان هو لا هخلص هنجز هحس بحلاوة الانجاز ده بعد ما اخلص. هي انا حسيت ان هي ايه اول مجرد اول مثلا مسابقة دخلتها او اول حاجة عملتها وانا طالبة وبعد كده الدنيا قررت معايا لا خلاص انا ما اقدرش اقضي كده وقت السمستر بدرس بس لا يعني مش هقدر يعني لازم ابقى بدرس وحاجة تانية. بدرس وبروح workshops بدرس وبعمل بقحرت في اي حاجه بقى بعمل مسابقه. انا في يعني فتره في الشغل كنت بشتغل في فتره يعني فتره قريبه قبل الكورونا وكده من كتر القحرات اللي انا كنت بقحرتها انا روحت معرض يعني كان في معرض لجامعات من دول مختلفه وكده ودعيتهم ان هم وكلمت كنت عايزه اعمل اكسبيرينس ان انا اروح اتكلم معاهم بقى بلغتهم واقنعهم لا احنا نعمل تعاون في برامج معينه لا نعمل مش عارف ايه حماسه من عندي بس يعني. فهي اول حاجه بس هيبقى ليها مردود وبعد كده الدنيا هتبقى سلسه يعني هنضغط كل حاجه بس حلاوه يعني ان انا اخلص حاجه واحس ان انا عملت انجاز وانا سني صغير ده هيبدا ان هو ايه يفتح لي بيبان كتير قوي ان انا بقى عايز اعمل حاجه. انما الفاينانس بقى هسيبها للمهندسه ايه هي ردت وهترد تاني. طب نورش بقى طيب جزء الفاينانس ليه كذا بعد زي ما اتفقنا ان في حاجات ببلاش فانا ممكن احط ان انا دلوقتي هبقى بدور في اللي ببلاش. تاني حاجة كل institution بيبقى عندها عدد من المنح يعني المنح عموما فكرة الفند اللي هو هيدفع لك. فلو انت شاطر لو انت شاطر يعني ايه لو انت fitting في الموضوع اللي هو محتاجك فيه هيعمل ده. فاسأل انت مش هتخسر حاجة يعني اسأل انتوا بتقدموا فند ولا لا. ده كده واحد واثنين. تالت حاجة اسأل يعني بلاش تخاف من الرفض. عندي إجابة على اللي هي فكرة الوركشوب بتتعمل إزاي وإزاي يوفق. فاطمة جاوبت عليه حلو قوي قوي ما شاء الله اللهم بارك مهندسة فاطمة. فعلا الواحد هي مرة في الثانية
وبعدين احنا حط لنفسك كونسبت ان انت بتشتغل بليا، يعني احنا في شغلانتنا دي انت كطالب بليا والمعيد او مدرس مساعد بتاعك اللي هو احنا لسه القسطة الصغير او الصبي يعني، لا والدكتور المادة هو القسطة اللي كلنا بنسمع كلامه يا فندم المعلم او هيفضل هو ده المعلم او بالظبط هيفضل هو ده اللي بيحصل. يعني احنا شغلانتنا من اول عمارة لحد ما بتتخرج هو ده اللي بيفضل يحصل. انت بتاخد انا عايزه اقول حاجه هقطعك يا باشمهندسه ايه اتفضلي طبعا يا دكتور. بس يعني بجد احنا في العماره بالذات انا بحس ان هي سايكل، هي مفيش فيها درجات، كلنا بنتعلم من بعض. يعني احنا كتير جدا واحنا شغالين بيبقى اصغر حد في التيم، وانت اكيد قابلتي ده، بتتعلمي منه سكيلز مش موجوده عند الاسطى ولا المعلم اللي هو الكبير بتاع التيم. فكلنا بنتعلم من بعض، وهي دي ميزه الوركشوب على فكره. يعني يمكن اكتر يعني كتر ما الواحد بيشارك في وركشوبس او في مسابقات او كده بتتعلم انه مش مهم مين التيم ليدر، مهم كل واحد بيعمل ايه ويعمل اللي هو مسؤول عنه ونتعلم من بعض. بس هدي لك المايك، سوري ان انا قاطعتك. يعني لا لا خالص بالعكس، هو اللي اقصده ان حتى في الاديوكيشن المعتاد خليك بليا شاطر، يعني خليك ناصح. الوركشوبس والسفر والفرجه، يعني احنا دايما نقول ايه، يعني برضو كانوا اساتذتنا يقولوا لنا حضرتك لو رايح السينما ولا رايح تاكل مع اصحابك انت رايح، انت بتذاكر، انت كل حاجه انت ماشي وراك ايه. كان زمان المعماري معاه سكتش بوك وكاميرا، دلوقتي الموبايل فيه كاميرا. بجد هي دي الفكره، انت بتنتهز كل فرص لو انت قررت. ويعني انا عندي كونسبت فكره اخلاص النيه، لو انت قررت ان انا هبقى بتعلم، لا رب من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى شأنه لازم بيوفق فيها هي ان انت تطلب العلم. فما تتعاملش مع موضوع لانه رفاهيه، لان هو مش رفاهيه، لان زي ما بقول لك كده انت حتى اول ما تتخرج لما تيجي تشتغل اول سي في ما يتمسك ها اديوكيشن حلو قوي وكم مشروع ظريف جدا، وبعدين عملت ايه في حياتك، يعني فدت كام حد واستفدت من كام حد. فحط لنفسك تارجت، ان زي ما الدكتور زينب حالا بتقول السايكل دي تبقى مقفوله. حط لنفسك اربع خمس حاجات في حياتك وحط اهداف، هدف او اتنين، ومش لازم الهدف يكون كبير، خليك بني ادم عادي طبيعي انبسط وما تخافش من نفسك. اخر حاجه عايزه اقولها، كان حد سال قبل كده على الانجليش، يا جماعه الناس بتتهته عادي جدا، ما حدش عنده عقده البيرفكت انجلش والانجلش سكول اللي عندنا في مصر. يعني فعلا الناس بتتهته عادي، يعني انا بتعامل مع ناس ماليزيين هم اصلا بيتحتوا في الانجليزي وانا بتحتح في الانجليزي والدنيا كانت ماشيه. يعني ايوه ما تتكسفش ابدا، كلنا بنتهته يا كبير، يعني بعض لعبه معايا. باشمهندس اسلام تقريبا عايز يقول حاجه. باشمهندس اسلام انا كنت هضيف كومنت بس صغير، بما ان يعني تقريبا في دكاتره كتيره جدا موجودين ومعيدين، فإجابة برضو لسؤال دكتور ريهام على إن إحنا ده جزء من دورنا إن إحنا برضو نحاول نعرف الطلبة ونحاول إن إحنا يعني نزقهم على فكرة الوركشوب وفكرة الكومبيتيشنز، إن هي مشكلة الطالب إن هو مش عارف أصلاً إن هو بليا، يعني زي ما باشمهندسة آية قالت، فيعني وانس إن هو يعرف بس إن هو فعلاً محتاج إن هو يروح هنا ويجرب الحاجات دي كلها، ساعتها هيبقى سهل عليه ان هو يقدر يعمل التوازن ما بين الدراسة والحاجات اللي هي الخارجية دي. فدي نقطة بس حبيت ان انا اضيفها. يعني انا شايف ان مجالنا بيفرض علينا نوع من انواع اللايف ستايل، اللي هو انا لازم اكون شخص ناجح، شخص اشتغل على نفسي بطريقة غير طبيعية عشان خاطر في يوم من ايام اوصل او في يوم من ايام اتعرف، يعني او اغير في الهيومانيتي عموما. يعني فانا شايف ان لازم الشخص ذات نفسه ان هو طالب. انا فاكر ان مثلا ما كنتش بلاقي حد بينصحني باي حاجه، فكنت بقعد اجتهد في ان انا اشوف يعني واعرف. باشمهندس ايه يعني كتر خيرها كانت بتدلني من وانا كنت طالب، وبتدلني كمان حتى بعد ما اشتغلت كمان. فهي كان دايما تقول ما تبخلش بالمعلومه عشان غيرك يتعلم. فشايف فعلا جزء كبير من مسؤوليتنا ان احنا
نبتدي نعلم الناس ازاي ان هم يستغلوا الفرص وازاي ان هم يقدروا يطلعوا على المنصة حتى يكون الناس اللي بعدين ان شاء الله ان هم يبتدوا يوعوا ناس تانية بعدهم كمان. انا عندي رد على حاجة بس، هو احنا محتاجين يعني ناس بتدرس وكده ان احنا نبدأ معهم من الاول، من هم صغيرين من ساعة ما يدخلوا عمارة، يعني منقولش لا دول لسه صغيرين، لان انا جيت اتعامل مع طلبة سنة رابعة اللي هم دماغهم اتقفلت على ان هم بس مزنوقين بقى في الوركينج، مزنوقين في المشروع التخرج ومزنوقين، يعني انا قعدت احاول حسيت ان دماغهم ايه لا قفلت شويه، يعني ما في ناس استجابت طبعا، بس كان احسن، كنت حاسه انه احسن لا نبدا بقى مع الصغيرين خالص اللي هم ايه لسه داخلين، انت داخل خلاص بيع بقى ايه نفسك، خلي كل خروجه بتخرجها عشان بتبص على حاجه، يعني مثلا ممكن تخرج عادي تشوف بلكونه وانت معدي في الشارع تلفت نظرك بس في دماغك كده تحللها، ترسم لها سكتش، تعمل اي حاجه مش فرض، بس انت لما تتعود نفسك من وانت صغير على كده خلاص انت هتكبر تفضل تعمل كده ولو حاجه بسيطه. فانا بس كنت بقول ان احسن ان احنا نبدا معهم من وهم صغيرين، ما نقولش لا دول لسه بقى صغيرين وايه ولسه ما خدوش بقى، ما يصعبوش علينا يعني ان هم لا مش ما خدوش على جو التسليمات. باشمهندسه فاطمه انا معلش احنا قدامنا دلوقتي 5 دقايق ف هناخد سريعا دكتور عاصم بس عشان كان النت فصل عنده، فاحنا ممكن وبعدين ناخد باشمهندسه اسراء وهنضطر ان احنا بعد كده نقفل الايفنت لو دكتور عاصم معانا، لو دكتور عاصم مش معانا يبقى ناخد باشمهندسه اسراء على طول. طيب مش مهندسة إسراء ممكن تتفضل. أهلا، إزاي حضرتك يا دكتور وإزاي الناس اللي كلهم موجودين؟ أنا مبسوطة جدا بالإيفنت ده، لأن الإيفنت ده أنا كنت بتمناه مثلا من وأنا في الجامعة مثلا في سنة تانية أو حاجة زي كده، لأن كان الجامعة عندنا، أنا خريجة MSA وأنا مدرس مساعد دلوقتي في MSA، كان عندنا اللي كان حلو في الجامعة إن كانت الكوميونتي كلها عندنا فيها تنافسية شوية، الكبار بيسافروا وشايفينهم بيبقوا حاجة وإحنا مش عارفين نعمل حاجة. يمكن اللي ساعدني في الجامعة هو المهندسين اللي أكبر مني، وبالأخص كان عندي باشمهندسة هي اللي كانت دايماً بتبوش فيا البوينت ديت، مش أنا بس، كنا إحنا تيم كبير تحتيها وكانت هي دايماً هي اللي بتدينا نصايح في الجزء ده. يمكن هي كمان اللي حاولت تخرجنا برا الكومفورت زون بتاعتنا، لان ان احنا نخرج بره مصر وندخل وركشوب جديده او حاجه جديده ما نعرفهاش واحنا عندنا في سنه ثالثه، فكانت دي بالنسبه لنا كانت صعبه جدا. يمكن هناك كانت اول فقره في حياتي ازاي اتعامل مع ناس غريبه، ولما حد كان من شويه كان بيتكلم على الكوميونيكيشن سكيلز كانت عامله ازاي والكلام ده كله، يمكن كانت من اصعب لحظات حياتي ان انا اتعامل مع حد غريب مش عارفه اصلا، مع انها كانت دوله عربيه بس يمكن الاسلوب كان مختلف، العادات مختلفه، الثقافات مختلفه، فكانت صعبه جدا في البدايه. تمام. طيب انا بس هستاذن حضراتكم اللي يقدر يفتح الكاميرا علشان يعني بعد ما باشمهندسه اسراء هي واضح عملت ميوت ورجعت فتحت صوت تاني. اسراء لسه عندك حاجه هتقوليها؟ انا بس عاوز اقول يا دكتور ثانيه هسيبك تكملي كلامك، هقول بس كده كل حد يقدر يفتح الكاميرا بس عشان هناخد في الاخر صوره كلنا للسكرين يعني، فيعني في خلال الدقائق دي بعد ما باشمهندسه اسراء يعني تخلص المداخله بتاعتها. اتفضلي يا باشمهندسه اسراء سريعا. انا بس هقول بس حاجه في الاخر سريعا، يمكن الورك شوبس دي بتبقى براكتس، هي مش من اول مره هتاخد الاكسبيرينس كلها كامله، هيبقى عندك صعوبات بس بعد كده بعد كذا مره هتبدا توصل لليفل انت كمان مبسوط منه، غير في شخصيتك، غير في تفكيرك كمعماري، يعني كتفكيرك كمهندس عموما الموضوع بيختلف تماما ومش من اول مره بعد كذا مره، فهي يعني رحله من الاول كده. بس فيمكن ده الكومنت بتاعي بالنسبه للكوميونيكيشن سكيلز. معلش يا دكتور زينب، انا عارفه ان احنا لازم نختم بس انا عايزه لو حد من زمايلي قال ان لو فينا فعلا معلمين كتير على درجات علميه مختلفه، مع احترامي للجميع، انا بس اوصيكم ان احنا الكلام ده على مسؤوليتي انا الشخصيه، انا اوصيكم واكد ان احنا مسؤولين يعني لا ما شاء الله قصدي ان واسراء بتتكلم خدت بالي ازاي ان احنا مسؤولين عن جزء من ده يعني. اتفضلي فانا اوصينا جميعا بثلاث حاجات
ما تقلقش خالص ان الطالب يكون بقى اشطر، لان هو عنده فاسيلتيز ومعلومات اكتر. في الاول وفي الاخر اللي عندك هو مهما كان معلومات جابها مش هيقدر يجيب الخبره، فاتقل على دي، امسك في ان ربنا حطك في مكان يعني خلفاء الرسل زي ما بيقولوا. دي اول حاجه. تاني حاجه، خليك عارف ان وارد جدا ان انت تبقى يومك مش ظريف فتقول كلمه لطالب بطريقه عاديه، لان انت من حقك ان انت بني ادم وتنفعل، وكلنا طبعا بيحصل لنا كده، بس خد بالك ان الكلمه دي ممكن تفضل طول عمره رفعاه السماء. لو شجعوا الناس، شجعهم على اقل حاجه، بص دايما للجانب الايجابي اللي في الطالب، وربنا يجعلها صدقه جاريه. وانا اسفه جدا على الاطاله، بس بجد شكرا جدا 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 لكل حد في حضرتك. طيب انا بس يعني عشان انا مش هين عليا دكتوره احسان وعثمان عاشور، وانا ممكن ادي حضراتكم كلمه بس دقيقه علشان بس يعني نقفل الايفنت بتاع. دكتوره احسان اتفضلي. مساء الخير دكتور زينب، متشكره جدا ان حضرتك يعني اتحت لنا الفرصه ان احنا نشارك، وبشكركم جميعا الحقيقه على المشاركات. انا مش حابه اطول علشان فعلا وقت السيشن. انا بس كنت حابه، انا كنت بفكر في الوركشوب من فتره، ولان انا خلصت البي اتش دي بتاعتي، وكنت حابه ان انا احول الفكره بتاعه البي اتش دي للوركشوب. فدلوقتي لو حد عنده فكره والفكره دي جاهزه، عايز بس يعمل لها، يبقى في فاند وعايز يعمل لها ماركتنج، ايه النصايح اللي ممكن تدوها له عشان يمشي في الاتجاه ده؟ الحاجه الثانيه، السؤال الثاني بس المهندس يحيى ممكن حتى يكتبه على الوول، مش لازم يجاوب عليه عشان الوقت. الببليكيشن اللي اتعمل خلال الوركشوب، الببليكيشن ده يعني بعد الوركشوب على طول تم نشره، ولا تم التواصل مع الناس اللي شغالة علشان يعملوا الببليكيشن في النهاية؟ لأن الببليكيشن ده أكيد بياخد وقت، ففي خلال الأسبوع أو الأسبوعين، خلال الأسبوع أو الأسبوعين ده مش كفاية إن إحنا نعمل ببليكيشن، فأكيد لازم يبقى فيه بروسس بعد الأسبوع أو الأسبوعين دول. النقطة الثانية الخاصة بالكوميونيكيشن، أنا بقول للناس ما تقلقش خالص، بالعكس تخليها تاخد الموضوع ده فرصة إن هم يحسنوا اللغة بتاعتهم. يعني طول ما انا ماشي او طول ما انا مسافر يبقى معايا ديكشنري صغير، وبحاول ان انا اطور اللغه بتاعتي. فبالعكس انا شايفاها انها اوبورتيونيتي ان انت تطور اللغه بتاعتك، افضل من ان انت تبقى ماشي خايف ان انت هتتفاعل مع الناس ازاي. يعني جرب اتكلم مره واثنين وثلاثه، ده كده انت بتطور في اللغه بتاعتك وبتطور في لغه اللي قدامك ان هو يحاول يتواصل معك. ومتشكره جدا لحضرتك. مشكورك يا دكتوره. باشمهندس يحيى هيبقى طبعا دكتور حسين، هو فعلا الموضوع بياخد وقت. هو الموضوع مش الببليكيشن مش بيتم في فوري يعني في وقته، it takes time. بس انا بتكلم يعني انا كنت بوضح ان من البدايه ان هو لازم الشخص ده يتارجت الوركشوب، اللي هي somehow هي بتفرض لي نوع من انواع الببليكيشن، من هو student لسه او هو بوست جراديت او اي يعني، او طبعا في كل المراحل طبعا، لان هي ديت بحاجه تقيله بتثقله. فبس هو طبعا بياخد وقت طبعا. حد من حضراتكم حابب يعقب على دكتور حسين قالته فكره ان لو في حد عنده فكره الورك شوب محتاج فند يقدر يفيدها؟ ده تواصل مع دكتور احمد هارون. جميل. طيب عثمان دكتور احسان، انت عارفه رايي يا رب. الله يا دكتور احسان، ربنا يبارك فيك يا رب يا دكتور، متشكره جدا. عثمان عاشور. دكتوره زينب السلام عليكم. وعليكم العافيه. اعتذر انا كان عندي مشكله في الانترنت، انا بالمناسبه بتابعكم من غزه من فلسطين، فكان في عندي مشكلة حلتها ورجعت تاني معاكم في البحث هذا. كان سؤالي بس إذا ممكن، أو بآخرين أعرف عن نفسي، أنا عثمان عاشور تيتشر أسيستنت في جامعة فلسطين، مهندس معماري. كان سؤالي بس للمهندسة فاطمة بهجت، أول ما أبدأ أفكر في حاجة براندينج أعملها براندينج أي شغلة، لما بفكر باتجاه الأيدنتيتي، ليش انا اول ما ببلش افكر باتجاه الايدنتيتي ممكن يطلع لي مثلا ستالين ايدنتيتي،
يطلع لي يعني مثلا هويه كاذبه، اروح انا مثلا اسال اشخاص الاقي انه يكونوا يعطوني يعني خلينا نحكي روايه مش صحيحه عن الموضوع. فانا اتصادم في شغله انه انا اعملها شغله مش حقيقيه تطلع معي الفاك شويه. فايش ممكن كيف ممكن اعالج هذا الشيء، وكيف ممكن اتأبى هذول الناس او ابعد عن هذول الناس انه انا يعني ايش اللي خليني انا من اول ما افكر مثلا في الايدنتيتي، ليش ما افكر باتجاه ثاني مثلا؟ هذا كان سؤالي. هقولك عشان انت لو عشان حضرتك لو تجاهلت الايدنتيتي اللي موجوده في المكان وابتديت ان انت تتفكر في اتجاه تاني على طول من غير ما تشوف ايه هي نوع الايدنتيتي او ايه اللي حاصل هنا، هتقع في صدام ان انت الناس اللي موجوده مش هتحافظ على الحاجه اللي انت مش هتساعدك. لازم تبدا ان انت تبدا تطلع من جواهم. طب معظم الحاجات اللي بيتعمل عليها براندنج ساعات بتبقى اساطير، يعني ساعات بتبقى حاجات مش حقيقيه اصلا. حلو حلو حلو، هذا اللي بده يوصلني اصلا لستولين ايدنتيتي. ممكن يعطوني يعني خلينا نحكي فكره كاذبه او هويه كاذبه عن الموضوع، هذه مشكله. حاجه انت كمان ما بتاخدش منهم الكلام وبتبدا تنفذه، انت بتعمل حاجه، انت بتبدا تطلع من جواهم ايه. طب الاسطوره دي او الحكايه دي جايه من ناحيه فين، وبتبدا انت كمعماري بتبدا ان انت تدور ورا الحاجات لحد ما توصل لحاجه. انت بتبدا لما تيجي تعمل براندنج مش لازم ان انت تاخد اسطوره وتعمل بيها البراندنج، انت ممكن تاخد من الاسطوره دي فكر، هم الناس دي تفهم منهم، انت دورك كمعماري ان انت تفهم منهم من طريقه كلامهم من طريقه عرضهم للحاجه ايه الحاجه اللي هم بيتحمسوا ليها. اهم حاجه في الموضوع كله ان انت تبدا ان انت تحسسهم لا انا معاكم، يعني مش هقول لك انت هم تمام لا، بس انت تعمل حاجه بتعبر عنهم، مش لازم الاسطوره او الحكايه اللي هم بيقولوها مش مهم دي، بس المهم ان انت تطلع حاجه من جواهم هم. ليه؟ عشان لو تجاهلت دي هم مش هيقفوا معاك في الحاجه اللي انت بتبقى بتعملها. يعني انت هتيجي تعمل براندنج وتعمل والناس تيجي والناس اللي موجوده في المكان مش هيساعدوا الناس اللي جايين، مش هيساعدوهم ان هم يعيشوا التجربه اللي انت رسمتها عشان الناس تعيش فيها. لو ده في حاله ان في ايدنتيتي في المكان تمام، ممكن ان انت تبدا ان انت ترسم حاجه تانية بقى، يعني او ان انت تغير اللايف ستايل بتاعهم، بس برضو بطريقه ان هي تتناسب معاهم، يعني ما تتجاهلهمش في كل الاحوال. حاول ان انت حتى لو هتعمل تجربه جديده تبقى ليها علاقه بالمكان، ليها علاقه بالناس اللي في المكان، عشان الناس دي اكتر ناس هتساعدك في اللي انت بتعمله، واكتر ناس هتنجح لك المشروع بتاعك. شكرا. اعرف زبونك واعرف السؤال اللي هتساله. تمام. دكتور احمد هارون. بالضبط. تمام. بحضرتك طبعا كان وقت الاسئله ووقت كده. اولا بشكر حضراتكم جميعا انكم حضراتكم ضيوف علينا يعني. انا عايز بس اعقب على كلام دكتوره احسان. دكتوره احسان طبعا في وسائل كتير لانك تحولي فكره لورك شوب، من ضمنها انك تتعاملي مع ان جي اوز، تتعاملي مع دونرز، تتعاملي مع شركات ستارت اب يعني في وفي مصر الحمد لله، يعني على سبيل المثال شركات زي شركتنا، ان جي اوز زي مجاوره، بيم اريبيا بتدي بلاتفورم ما شاء الله عليهم، بلاتفورم رائع يعني، هم احنا ضيوف على بيم اريبيا. في اماكن تانيه كتير دلوقتي في الجامعات، كان الدكتور احمد راشد موجود معانا عنده في مركز الاستدامه، في اماكن كتير تمام. هو الموضوع بس في التمويل في مصر بالذات بياخد وقت شويه، الجهات الحكوميه مش هتديكي قوي ومش هتبقى يعني لازم تدوري على جهه بحثيه او جهه اكاديميه او ان جي او تمام، او الشركات اللي بتهدف للربح. ده بالنسبه للرد على دكتور احسان. انا احب دكتور اوضح بس للطلبه ان الفلوس مش هي العائق، يعني دكتوره دعاء صلاح الدين مشكوره وهي موجوده معانا، هي بمبادره فرديه كانت بتجهز لورك شوب السنه اللي فاتت، ربنا ما قدرش وتنفذت، بس انا ان شاء الله دكتور دعاء نتمنى ان احنا نقدر ننفذها. وكان هي كاستاذ اهم حاجه عندها ان هي تعمل ورك شوب لو كوست للستودنت بتاعتها،
تمام؟ وكانت فكرة بريليانت جدا، وكانت هتبقى انترناشونال، وان شاء الله ننفذها بالتعاون مع شركتنا مع جامعة كفر الشيخ. بس الفلوس يا جماعة مش هي العقل، مش دايما، انا كمان عشان شايف طلبة كتير الفلوس مش العائق، انك تبقى الاول على الدفعة ولا معيد ولا شاطر مش هو العائق. انا لك عمري كنت الاول على دفعتي، ولا عمري كنت شاطر قوي في المدرسة، يعني شاطر نص نص، يعني ايه ممكن الحضور بتاعكم سبيكر عاليين شوية، انا راجل غلبان وسافرت برة وعشت برة وكل حاجة برة. بس انك تؤمن بحاجة وتفكر فيها دي مهمة، انك تسعى لها. زي ما بنقول لطلبتنا، انت لا يمكن في طالب عندنا حتى الاول على الدفعة يبقى شاطر في كل حاجة، اكيد هيبقى في عنده شاطر في حاجات ونص نص في حاجات وضعيف في حاجات. نصيحة مني، انا سافرت بلد كمان لا فيها كوميونيكيشن ولا بتاع ولا فيها فيسبوك، البلد اللي الدكتورة ايه قالت عليها، لا فيها فيسبوك ولا اللغة ولا الناس بتتكلم لغتي ولا بتكلم لغتهم، وانا تعليم حكومة اساسا. فيعني ايه يا شباب، خشوا جربوا يعني هتتعلموا، تمام؟ ده بالنسبة للقضية اللي الشباب ما تقلقوش من الفلوس، هتعرف لو لقيت الحاجة هتعرف تلاقي فلوس. واحنا في ارك سبيس، يعني انا اتكلم على المؤسسة اللي انا برأسها، احنا في ارك سبيس في ايفنتات كتير بندي فند، بندي فري اتندنس للطلبة المتميزين، بندي فري اتندنس لجامعات معينة بالتواصل مع الجامعات. فان شاء الله يعني اللي اقدر اعيدكم بيه ان احنا هنغطي جزء من ده للشباب والطلبة، وكل سنة بنعمله، تمام؟ وفي اساتذة كرام زي دكتور دعاء في جامعاتهم وهي جامعة حكومية بيسعوا بكل جهدهم، ودكتور ريهام برضو، لان دكتور ريهام برضو في جامعة بلسويف بتسعى لكليتها ما شاء الله عليها لتنظيم كذا حدث. فيعني ايه الاساتذة بيعملوا على ده، وانت في الاول في الاخر جرب على رأي باشمهندسة آية، مش هتخسر حاجة يا عم، ابعت ايميل، ابعت مسج، تمام؟ اخر نقطة، ان حضراتكم احنا كارك سبيس يعني احنا شركة وتهدف للربح اكيد يعني، بس في لان الاونرز بتوعها اساتذه جامعيين، في جزء عندنا في الكالتشر بتاعتنا ان احنا لازم انت تستفيد، ولازم يعني تستفيد قوي حتى لو احنا ما كسبناش. فاحنا بنقول لحضراتكم كمبادره من ارك سبيس، لو تسمح للدكتوره زينب، اللي عنده مقترح للسمر سكول الجايه يكتبها، اللي عايز يقدم لسمر سكول احنا بنطلب متطوعين من كل الليفلز، من اول الدكاتره والمحاضرين لغايه الطلاب، تمام؟ يعني انترناشنال ولوكال، تمام؟ والدليل على كده ان حتى يعني ما فيش حد بيحضر معانا، حتى كلهم متطوعين، دكتور دعاء متطوع وباشمهندس يحيى متطوع، باشمهندس اسلام مش هيقبضوا حاجه يعني مننا، ما فيش فلوس يعني، تمام؟ فانا ارجو من حضراتكم جربوا وعيشوا التجربه، وفي نفس الوقت ما تفرقش معاك انت شاطر مش شاطر، ما دام عندك شغف بحاجه على راي باشمهندسه فاطمه هتوصل له، تمام؟ مش بتوع جامعة القاهرة بس ولا جامعة عين شمس بس اللي بيروحوا، احنا عندنا ثلاث أمثلة في المحاضرين خريجين جامعات خاصة وما شاء الله عليهم، سافروا وبيلفوا يعني، ومعلش في كلمة، في منهم ناس مش يعني ما كانوش أوائل دفعتهم وبقوا تخطوا الشطارة في المذاكرة، حاجة مهمة. لكن انت ممكن يكون عندك حاجات جواك وفي ايديك تقدر تعملها وتضيف ويبقى ليك بصمتك. انا بس اسف على الاطاله، وشكرا للسماح ليا بالمداخله دكتور زينب. شكرا يا دكتوره. يعني بمقربيه لمستضيفنا يعني، واللي مش عارفين نقول لهم ايه ونشكرهم ازاي، باشمهندس عمر سليم، اتفضل حضرتك، نختم بكلمه حضرتك. باشمهندس حضرتك اعمل ان ميوت يا باشمهندس. باشمهندس عمر مش سامعين حضرتك. اتفضل يا باشمهندس عمر، ما كناش سامعين حضرتك، معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. شكرا لحضرتك دكتوره، شكرا لدكتور احمد، شكرا لاستاذ فاضل، ويعني اصحاب البيت اولا واخرا، يعني المهندس احمد وحضرتك من المؤسسين اللي بمقربيا، وان شاء الله دايما ان احنا نسمع حضراتكم ونتعلم منكم ان شاء الله. وده كله خير. ربنا يكرمك يا باشمهندس عمر. كتر خيرك، كتر خيرك. طيب احنا باشمهندس احمد، احنا دكتور احمد، باشمهندس عمر، احنا دلوقتي هناخد صوره للحضور. بس كل الناس تفتح كاميراتها عشان يا شباب اللايف فيديو وفي الصور
اللي فتح الكاميرا بس اللي بتظهر، فيعني احنا يا ريت تفتحوا الصوره يعني اللي يقدر يفتح الكاميرا يا ريت يعني اقراء منوره. لما هنعمل الشير للصور في ناس زعلت المره اللي فاتت ان ما كانوش طالعين بالصوره، مش مهندسه اسراء عاش من شافك، عايزينك انت ودكتوره احسنت وعدونا ان احنا نعمل حاجه مع بعض. اه اه ما هو بعد ما نخلص ان شاء الله يا دكتور اكيد. ما تقلقش انا بوردكم لايف اهو. لا ما تقلقش انا مرتبه، احنا بنرتب مع بعض فعلا والله انا وباشمهندسه اسراء. انا بوردكم لايف اهو انت بقى دكتور عليك من الكنترول. احلى ورده ان شاء الله قريب ان شاء الله قريب باذن الله. فريق بما قريب يعني استاذنكم تاخدوا الصور عشان بعد الصوره يا جماعه هينزل اللينك بتاع التسجيل يا جماعه. بعد الصوره هياخد ينزل لينك التسجيل لكل الناس. تمام باشمهندس عمر، باشمهندس محمد، تمام باشمهندس محمد تمام ولا لسه؟ تمام نورتونا جميعا. اتفضل يا دكتور. طيب قبل ما تقفلوا معلش انا اسف على الكلمه الاخيره، انا بشكركم اولا وبعتذر ان انا اتقطع عنكم الكاميرا وبعدين شغلت في المكالمه. مش زي ما بتعمل ورش عمل متميزه جدا في القاهره، تبقوا تزوروا الجامعات اللي مش صغيره برضو اللي بره القاهره. احنا ما بنتعرفش على اي دعوه يا دكتور، ادعونا واحنا نيجي على طول. المكان مكانكم يا دكتور، مش محتاجين دعوه، والدعوه هتكون عند حضرتك مجرد عوده الدراسه ان شاء الله يا دكتور باذن الله. شرف لينا يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. نورتينا وشكرا لحضراتكم جميعا، واتمنى يكون الايفنت مفيد. بشكر المتحدثين الافاضل باشمهندس اسلام، باشمهندس يحيى، باشمهندس فاطمه، دكتوره دعاء الجميله، باشمهندس ايه الكولي، وكل المداخلات بقى والناس اللي حاضرين معانا. انا مش عايزه اقول حد وانسى حد، دكتوره ديهام، باشمهندسه اسراء العريف، الجميع كل الجميع بشكركم جدا. باشمهندس عمر كتر خيرك على الاستضافه، دكتور احمد هارون دايما يا رب مع بعض كده في ايفنت ناجحه باذن الله، ربنا يدين يا رب. شكرا لحضراتكم ومع الف سلامه. حضراتكم نزل دلوقتي اللينك بتاع التسجيل بتاع التسجيل، والشهادات هتوصل لحضراتكم باي ميل للحضور كلهم اللي هيسجلوا باللينك ده. نورتونا واشكركم جزيلا يعني. اللينك في الشات يا جماعه، هننتظر قليلا الناس اللي عايزه تنتظر قليلا عشان تدوس على اللينك ده عشان حضراتكم تاخدوا كوبي وبيست، يعني الفيس يبقى عندكم على طول.